قبل ما ابدا الفيديو انا عاوزك تعرف اني جايب لك قنبله الموسم يا صديقي، الانمي الاعظم في السنه دي واللي هيكتسح اي حاجه تقريبا، انمي سولو ليفلينج. فلو انت ما اتفرجتش عليه عند حد فبختك معايا، هخليك تشوف ليفل عالي من العظمه، ولو اتفرجت برضو عند حد فبرضو هتشوف حاجه جامده، علشان انت عارف ان احنا ما بنعملش غير الجامد يا صديقي. المهم بقى كفايه غرور ويلا نبدا الانمي. ده هو سونج، عيل غلبان وضعيف وطاقته قليله جدا، امه في المستشفى واخته الصغيره في المدرسه، وهو راجل البيت الوحيد اللي بيصرف عليهم، شغال في نقابه مغامرين، وبسبب ضعفه بيروح على اضعف المهمات علشان يعرف بس يعيش، حاله يصعب على الكافر، ربنا ما يحطك مكانه يا صديقي. المهم في اليوم ده سونج كان رايح على مغامره كده من الرتبه الرابعه، وداخل على مكان الصيادين، كل الصيادين كانوا عارفينه وبيرحبوا بيه، وفرحانين جدا بوجوده، وده لانهم عارفين ان طالما سونج الضعيف مسموح له يدخل، فده معناه ان المغاره ديت سهله جدا وهيخلصوا عليها في ثواني. دي بقى هي جوهي، معالجه الفريق، وصياده من الدرجه الثانيه، مغرمه بسونج وبتحبه جدا، كل شويه بتحاول تقنع فيه ما يروحش، علشان هو كل شويه يتجرح، بس الواد ما بيسمعش كلامها وبيقول لها ما قداميش حل تاني. المهم بعد شويه كده القائد بتاعهم بيجمعهم وبيديلهم شويه كلام تحفيزي قبل ما يدخلوا، الدنيا تمام التمام. وبالمناسبه القائد ده اسمه سون، بيقول لهم يلا بينا على المغاره بقى ولا ايه؟ الكل بيقول له تمام وبعدها بيدخلوا. سونج بقى هو كمان كان متردد يدخل كده، ولكن بيشجع نفسه، اي نعم هو معهوش غير السكينه الدبلانه ديت علشان يحارب بيها، بس لازم يشتغل علشان يجيب فلوس لعيلته اللي متاسسها عليه يعني. ننتقل الى رئيس مجموعه الصيادين، واللي في الوقت ده كان بيتناقش مع المساعد بتاعه عن المغارات والصيادين اللي بيدخلوها، بيقول له ان بسبب المغارات الكتيره اللي ظهرت اعداد كبيره من البشر ظهر عليهم قوه عاليه، بيصنفهم من الرتبه الخامسه لحد الرتبه الاولى، يعني كل لما رتبتك تقل كل لما طاقتك بتكون اعلى، والبوابات كده برضه كل لما رتبتها تقل كل لما هتحتاج صيادين ضعفاء. وسونج طبعا كان مصنف الصياد الاضعف في العالم، صاحب الرتبه الخامسه. وعلى سيره سونج فهو كان في المغاره ديت بيصطاد في وحش صغير كده واخد البلوره بتاعته، كان فرحان جدا بيها ومفكر نفسه عمل انجاز يعني، بس فجاه وحش تاني بيهجم عليه وكان خلاص هيقتله. سونج بيدافع على نفسه بالعافيه، بيحاول يضربه بالسكينه التعبانه بتاعته، ولكن السكينه بتاعته بتتكسر، الوحش هو كمان رشق السيف في بطنه، الواد بيجيب دم من كل حته. جوهي في الوقت ده بتشوفه وبتندع على اي حد يساعده، واحد بيسمعها فعلا وبيخلص على اللي ضربه، بعدها بيسيبهم وبيقول لها معلش على الجنتي. البنت بعدها قالت له تمام واستخدمت قوتها وبدات تعالجه، بتقول له انت ليه بتعمل في نفسك كده؟ انت عارف انك ضعيف واي وحش هيقتلك، ولكن بالرغم من كده بتدخل على الاماكن الخطيره، بتعور نفسك وكل مره بنلحقك بالعافيه، انت ليه مش مقدر حياتك؟ سونج في الوقت ده كان عارف انها خايفه عليه، علشان كده ما اتكلمش. الصيادين هما كمان في الوقت ده كانوا خلصوا على زعيم المغاره، والمفروض كده خلاص يروحوا، بس فجاه واحد منهم شاف كهف كده، وقال لهم لسه في حته جوه هنا، تعالوا نشوفها ونستكشفها. القائد قال لهم لا، اي مكان احنا ما نعرفش عنه حاجه، المفروض ما ندخلوش، والا العواقب ممكن تبقى وخيمه. الراجل ده بيقول له عم وخيمه ايه؟ تعالى ندخل ونقتل شويه وحوش كده، يمكن نطلع لنا بكام بلوره زياده ونباعها وناخد فلوسها. سون في الوقت ده اقتنع بكلامه وقال له خلاص هنعمل تصويت ونشوف الناس عاوزه تعمل ايه، هم 13 واحد ولو سبعه اختاروا الخروج بس هيخرجوا، اما لو العكس فهم يدخلوا على الكهف ده. المهم بدا التصويت فعلا، سته اختاروا الدخول، اما السته التانيين فاختاروا الخروج، وكده ما عادش غير سونج بس، قرارك هو اللي هيحدد اذا كانوا هيدخلوا ولا لا. الواد عاوز يرجع ويهرب من هنا علشان طاقته الضعيفه، بس هو ما جابش غير حجر واحد بس، ويا دوبك يعرف يدفع بيه مصاريفهم يومين، وعلشان كده قال لهم تعالوا ندخل. الكل قال له تمام ودخلوا فعلا. في نفس الوقت ده بقى كان رئيس مجموعه الصيادين بيدي خطاب للناس المبتدئه اللي ناويين يبقوا مغامرين في المستقبل، قال لهم احنا معلوماتنا عن المغارات قليله جدا، وعلشان كده لو شفتم اي حاجه جديده او ما عرفتوش ايه اللي قدامكم فلازم تبلغونا علشان نبعت مستكشفين عليها الاول، لانها ممكن تتحول من مغاره من الدرجه الرابعه لواحده من الدرجه صفر، وطبعا انتم عارفين النتيجه، كلكم وكل زمايلكم هتموتوا. وده بالظبط اللي سونج والفرقه بتاعته عملوه، وصلوا على مكان بوابه جديده كده مش عارفين هيعملوا ايه. الراجل ده قال لهم انتم خايفين ليه؟ طالما دخلنا لحد هنا فلازم نكمل. فتح الباب فعلا لقوا مكان كله ازرق فازرق مليان فرسان حديديه كده. سونج بقى كان شادد انتباهه التمثال الكبير ده ومستغرب من حجمه، هو ايه التماثيل ديت بالظبط؟ ده شكلها هنا من فتره. سون بقى بعدها بيشوف كتابه كده موجوده على احدى التماثيل وبيروح علشان يقراها. اول جمله مكتوبه اللي دخلوا هنا وما التزموش بقواعد المكان مش هيخرجوا منه احياء. يا عم الهبل ده، يلا نمشي بسرعه، شكل ما فيش اي استكشافات هنا. بس فجاه البوابه بتاعت المكان قفلت. جوهي كمان لاحظت حاجه غريبه، ايوه عيون التمثال ده كانت بتبص علينا من شويه، يلا نخرج من هنا بسرعه. واحد فعلا بيترعب من الكلام بتاعها وبيقول لهم انا غلطان علشان سمعت كلامكم، انا لازم اسيبكم واروح بسرعه. قرب من الباب فعلا، لسه كان خلاص هيمشي، بس فجاه واحد من التماثيل بيقرب منه وبوم قتله. الكل في الوقت ده اترعب، سونج حرفيا هيموت من الصدمه. بيقول الراجل اللي مات ده كان من الرتبه الرابعه او الثالثه واتقتل بضربه واحده بس، هو ايه اللي بيحصل ده؟ التماثيل ديت ازاي بتتحرك؟ بس استنى، هو لو التماثيل الصغيره ديت بتتحرك فده معناه انك كمان بتتحرك، وبوم العين جت عليه. ايوه سونج
خلاص هيموت. في الوقت ده الواد افتكر ذكرياته، قال انا اتعرضت للضرب كتير جدا، اي مغارة دخلتها اضعف الوحوش هنتني، كنت هموت مرات لا تحصى، وعلشان كده بقى عندي القدرة على الاحساس بالخطر. قلبي وكل حاجة جواه بتقول لي حاجة واحدة، لازم الكل يوطي، وبيزعق وبيقول لهم وطوا راسكم بسرعة. ومرة واحدة المكان اتحرق، ايوه ده جم من التمثال الكبير، قتل شوية منهم اللي فاضلين منهم كلهم بيصوتوا. الرعب وصل ليفل ماكس، خلاص شكلها دي النهاية، ايوه انتم اتحكم عليكم بالاعدام. بعد الضربة ديت سون شكر سونج على كلامه، قال له محدش فينا كان هيعيش لولا زعيقك لما قلت لنا وطوا راسكم، انت الامل بتاعنا يا سونج. الواد في الوقت ده شاف دراعه وهو مقطوع وقال له انا اسف. سون قال له ما تتاسفش وتعالى ساعدني نوقف النزيف بسرعه. وقفوه فعلا، سونج بدا يركز في المكان ويهدي نفسه علشان يقدر يخرجوا من هنا. وواحد فيهم في الوقت ده بيقوم من مكانه بيقول لهم انا واثق في سرعتي، انا جالي شغل كبير الاسبوع اللي فات، مش هموت في المكان ده. الكل في الوقت ده حاول يقنعه يفضل، بس الواد ما سمعش كلامهم، جرى على الباب باخر سرعته وبوم الواد اتنسف. ايوه ما عادش فاضل غير رجليه بس. الرعب زاد اكتر، الامل خلاص بدا يختفي. في الوقت ده سونج ما يأسش ولا استسلم، فضل يدور على اي حاجه في المكان ده علشان يهربوا. بيشوف كده الكتابه اللي كانت موجوده هنا وبيعرف ان المكان ده ليه قواعد، بيطلب من سوني ترجمها له. القواعد ديت مكتوبه كالاتي، في الاول لازم تعظموا الشيطان. نعظمه ازاي يعني؟ انا مش فاهم حاجه. سونج بيعصر في دماغه بعد ما عرف القاعده الاولى، بس مش لاقي لها حل. بيجي في باله فكره، بيقوم على رجله في عينه كمية رعب مش طبيعية. سون بقى كان عاوز يقعده، ولكن سونج ما سمعش كلامه. وهو واقف كده لاحظ العين جت عليه، كان خلاص هيموت، ولكن وطى راسه تاني بسرعة جدا. الهجوم بعدها وقف، ايوه كده خلاص سونج فهم القاعدة الاولى. بيجمعهم كلهم وبيقول لهم اعملوا زيي، نعمل زيك يا عم انتهبل ولا ايه، اسمعوا الكلام بس مش هتخسروا حاجة. الكل قال له تمام، عملوا زيه. عين التمثال بعدها اتغيرت ووشه اختلف، ايوه ضحكة مرعبة ظهرت على وشه، ملامحه بقت مرعبة اكتر. هو كده احنا نجحنا ولا ايه؟ نقدر نهرب بقى؟ لا والله. بوم مره واحده التمثال قام من مكانه، راح عليهم خلاص هيقتلهم. الكل بيزعلوا، سونج بيقولوا له نعمل ايه بعد كده؟ الواد قال لهم مش عارف، بس لازم ننفذ القاعده الثانيه مكتوب فيها اعبدوا الاله. الناس قالوا له يعني ايه؟ فسر بسرعه. الواد قال لهم مش عارف، اجروا بس وحاولوا تبعدوا دلوقتي. وواحد من الفريق قال لهم ما تقلقوش من العباده، انا متمرس في معبد وحافظ كل حاجه. فضل يقول الكلام بتاعه، التمثال برضه ما بيقفش، بيقرب منه. الواد مستمر لسه في كلامه، وهوبا داس عليه قتله. وده معناه ان ده مش الكلام اللي التمثال عاوزه. الكل بدا يجري ويهرب في كل مكان، كتير منهم اتقتلوا. الراجل ده واللي صاحب كيم كان وصل عند تمثال كده واستخبى عنده، وفجاه التمثال شقه لنصين. الكل بيجري وسونج مرعوب وجوهي ماشيه وراه عمال اتصوت، والواد ما بقاش على بعضه. اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ ازاي اطلع من هنا؟ الغريب في المكان هنا، بص بعدها على التماثيل، لقى في شويه تماثيل ما معهاش اسلحه. خطرت في باله فكره، زعق ليهم كلهم وقال لهم اهربوا عند التمثال اللي ماسك اله موسيقيه، مش هتتهاجموا منه هناك. وواحد فيهم بيوصل فعلا، التمثال ما بيعملوش حاجه، بدا يغني. الكل بعدها عملوا زيه، التماثيل بدات تغني هي كمان. سونج وجوهي بقى هما كمان وصلوا على تمثال كده، بس الغريبه انه ما بيعزفش. الوحش كان وراهم ماشي وقرب منهم، خلاص هيتقتلوا. سونج في الوقت ده بيعرف اللي بيحصل، ايوه لازم واحد بس اللي يكون جنب التمثال. خليك انت هنا يا جوهي وانا هدور على مكان تاني. جرى فعلا، الوحش كان وراه ما عادش غيره، متحاصر ووصل على التمثال ده. حس انه ارتاح كده، بس فجاه لا الكل بيقولوا له مش ده، اهرب بسرعه. الواد ما لحقش ياخد باله، لقى الهجمه عليه. سونج شكله مات ولا ايه؟ لا ده لسه عايش، بيعافر وبيزحف علشان يوصل على التمثال الاخير، ولكن شكله مش هيلحق. الوحش كان وراه بيلحقه، قرب منه وخلاص هيموته. داس فعلا، الكل فكره مات. جوهي بتصوت بقى على صوتها، ولكن لحسن الحظ كان وصل عند التمثال في اخر لحظه، فضل عايش. بس للاسف كانت رجله اتقطعت بعد المعاناه دي. جوهي شافتها وقعدت تصوت، استخدمت بعدها كل قوتها علشان تعالجه، ولكن عمر رجلك ما هترجع بالسهوله ديت. في الوقت ده بقى الكل عرف ان الوصيه الثانيه خلصت، مات منهم سبعه، ما عادش فاضل منهم غير سته بس اللي عايشين. الشخص ده واللي اسمه كيم كان متعصب جامد، زعلان على صاحبه اللي مات. قال لسون انت القائد بتاعنا، انت السبب اللي احنا دخلنا هنا، لازم تتحمل المسؤوليه كامله. سون قال له تمام انا هتحمل كل حاجه. بس في وقتها التمثال بيرفع ايده، حاجه كده بتظهر من تحت الارض، الوصيه الثالثه مكتوب عليها التضحيه، وده معناه ان لازم واحد فيهم يموت. كيم طبعا في الوقت ده كان عارف، وقال لسون انت عارف ايه المطلوب منك. فعلا سون اتقدم ووصل على مكان المذبح اللي خرج، مفيش حاجه حصلت له، مجرد نار حمراء كده قعدت جنبه وما حصلوش اي حاجه. في الوقت ده سونج فهم ان هم فاهمين حاجه غلط، قال اللي معاه ساعدوني اوصل على هناك. الكل كان متردد ومش عاوزين يروحوا، بس سونج قال لهم ما تقلقوش مش هيحصل لكم حاجه. العيال سمعت كلامه، اخدوه هناك فعلا. ثلاثة كمان من الشعل الناريه قعدت، ولكن برضه مفيش حاجه حصلت. سونج وقتها استنتج اللي هيحصل، قال للباقي يتجمع هنا. الكل سمع كلامه، وقفوا في
المسبح ده. ستة من النار الحمراء قادت حواليهم وحواليها نار زرقاء كتيرة جدا. بعدها التماثيل هي كمان بتقيد وبتقرب منهم وشكلها دي النهاية. الباب هو كمان فتح والكل اصبح في حالة صدمة. هو احنا كلنا هنموت ولا ايه؟ سونج مش مستوعب اللي بيحصل، فضل يبص على التماثيل ويدور على اي حاجة علشان تنقذهم. لقاها فعلا، قال لهم ما تشيلوش عينيكم من على التماثيل، لو بعتم عينيكم عنهم التماثيل مش هتقف وكلنا هنموت. وواحدة منهم كانت مرعوبة من شكل الدم على التمثال، سابتهم وطلعت تجري على الباب علشان تهرب باي طريقة. التمثال ما قتلهاش، البنت خرجت بامان، ولكن في واحدة من النار طفت. هو ايه اللي بيحصل ده؟ الواد اللي كان شايل سونج هو كمان كان مرعوب جدا مش عارف يعمل ايه، بيقول لهم انا عارف اللي انا هعمله ده ممكن يأذيكم بس انا اسف. رمى سونج على الارض وطلع يجري ورا البنت. خرج هو كمان من المعبد، وبعد ما خرجوا الباب قفل شوية، النار بتاعتهم برضو طفت. ايوة كده اللعبة وضحت، لازم واحد يفضل جوه علشان يضحي بنفسه وإلا الكل هيموت. بعد ما التماثيل بتقرب منهم كيم عارف اللي هيحصل، قعد يعيط قال لهم انا اسف، انا عارف اني لو خرجت من هنا فمش هتعرفوا توقفوا كل التماثيل، بس انا عندي عيلة، عيلتي مستنياني ولازم ارجع لهم. رمى السيف بتاعه وخرج هو كمان من المكان. التماثيل هي كمان خلاص قربت منهم. سونج عارف انهم كده ميتين وش. القائد سون في الوقت ده اتأكد من اللي هيحصل، قال لسونج خد جوهي واهرب من هنا، انا هفضل بدلكو، كده كده هم عاوزين ضحية واحدة وانا لازم اتحمل المسؤولية كاملة، يلا خدها وامشي. جوهي في الوقت ده كانت قوتها راحت ووقعت على الارض وما عادتش قادرة تمشي. سونج هو كمان كانت رجله مقطوعة وبرضه مش هيقدر يمشي، فعلشان كده الواد قال لسون خد جوهي انت وامشي، انا هفضل، انا كده كده رجلي مقطوعة ومش هعرف اشيلها بس انت هتعرف. جوهي اتعصبت وزعلت، قالت له لا انا مش خارجة هنا من غيرك، انت لازم تيجي معايا. سونج قال لها انا لما اخرج من هنا اوعدك اني هعزمك على العشاء، البلورة ديت كل اللي جمعتها من المغارة، خديها معاكي، اشتري لنفسك حاجة وانا لما اخرج هجيلك تاني. البنت لسه راح ترد عليه، فرح سون مغفلها، شالها على كتفه وقال له سون وهو ماشي شكرا على كل حاجة. الباب خلاص قفل، التماثيل هي كمان قربت من سونج، والواد خلاص ميت وش. بياخد سلاح كيم وبيحاول يدافع عن نفسه او يخربشهم او اي حاجة، ولكن من غير فايدة. التماثيل قطعت دراعه، اتعجم من الضرب وخلاص ما عادش قادر، بيقول في باله الحمد لله ان انا اللي هموت لوحدي، انا حاربت وعشت مرات لا تحصى، ولكن شكلها دي النهايه. الواد عمال ينضرب ومتكسر متعصب على الاخر، الضرب عليه من كل ناحيه والدم بتاعه بيتطاير، بيفتكر كلام كيم قبل ما يمشي، بيتعصب عليه بيقول انت جريت وهربت وسبتنا هنا علشان عندك عيله، ما انا كمان عندي عيله، انت بس اناني مش اكتر، الناس الانانيه اللي زيك هم بس اللي بيعيشوا، انا بس لو اخذت فرصه ثانيه مش هسيب حد يوصلني للمكان ده. وفجاه رساله بتظهر قدامه مكتوب فيها انت حصلت على مهاره شجاعه الضعيف، قلبك هيتوقف بعد 2 من 10 ثانية لو ما جاوبتش وقلت نعم، انت موافق تكون لاعب ولا ايه؟ سونج في الوقت ده ما كانش فاهم حاجه ولكن اختار نعم. وبعدها الواد بيغمى عليه وبيصحى في المستشفى، صاحي قلقان ومش على بعضه، مش فاهم هو ايه اللي جابه هنا. بيبص كده على دراعه اللي اتقطع لقاها رجعت مكانها، رجله هي كمان سليمه، استغرب جدا وقال هو كل اللي فات ده كان حلم ولا ايه؟ لا والله، واللي اثبت له كده هو 2 من نخبه شبكه الصيادين دخلوا على سونج علشان يطمنوا على حالته، قالوا له انت الناجي السادس من مجزره المغاره من الرتبه الرابعه، تعرف تقول لنا اللي حصل جوه؟ سونج عرفهم كل حاجه. الناس طبعا كانوا مستغربين، قالوا له احنا لما وصلنا على المكان كنت انت هناك مغمى عليك بس ما فيش ولا تمثال جنبك، لولا ان كل الضحايا اقوالهم واحده وما اختلفتش حتى ولو اختلاف بسيط كنا هنفكرك اتهبلت، بس طالما ما كانش فيه وحوش هناك فده معناه حاجه واحده، وهي انك ممكن يكون حصل لك استفاقه وقوتك زادت ولا حاجه. سونج في الوقت ده بيتصدم وبيقول لهم يعني ايه استفاقه؟ هو مش المفروض الصياد بيبقى عنده طاقه واحده بتفضل معاه لحد لما يموت؟ الصيادين قالوا له ايوه بس في حالات نادره قوتهم بتظهر وممكن يتحولوا من صيادين من الدرجه الخامسه لصيادين من الدرجه الاولى او حتى من الدرجه صفر. الواد اتصدم قال لهم طب انا اعرف ازاي ان طاقتي زادت؟ الراجل ده قال له بسيط قوي، احنا جبنا جهاز بيقيس الطاقه، كل اللي عليك تحط ايدك عليه واحنا هنعرف ايه اللي حصل لك. سونج قال لهم تمام واثقته فعلا، ولكن للاسف طاقته زي ما هي، شكلنا شكينا فيك على الفاضي، استاذنوا منه وبعدها سابوه ومشوا. بس بعد ما مشوا سونج كان مستغرب جدا، هم ما كانوش شايفين الرساله دي ولا ايه؟ اكيد لا، الرساله ديت ظهرت من لما سونج فاق ومكتوب عليها مبروك انت اصبحت لاعب. الواد طبعا مش فاهم حاجه ولسه عنده شك والمعلومات مش واضحه وعاوز يتاكد من حاجه. فعلا اخته دخلت عليه علشان تطمن، ما كانتش تعرف باي حاجه من اللي حصلت جوه المغاره وفرحت جدا انه بخير. سونج بقى بيقول لها انت شايفه حاجه كده قدامك؟ فاخته قالت له لا انت دماغك فيها حاجه ولا ايه؟ مفيش اي حاجه هنا. فسونج قال لها خلاص تمام ما تاخديش في بالك. اخته قالت له طالما انت بتهزر وبتضحك كده يبقى انا هسيبك وهمشي وهبجي لك في وقت تاني. بعدها الاخت سابته ومشت. وبعد ما خرجت سونج قعد يجرب في الرسائل اللي قدامه دي بيحاول يفهم اي حاجه، بيظهر له بعدها رساله كده مكتوب فيها المهمات اليوميه، تجري شويه وتلعب بطن شويه والكلام ده.
مكتوب في الاخر كده لو ما نفذتش المهمات دي فهتتنقل لمنطقه العقاب. سونج طبعا ما عطاش للكلام اهميه وقال لهم هو حد هيقدر يتحرك وهو على السرير يعني، خلينا نرتاح شويه كده. مر الوقت بسرعه، اليوم خلص، واثناء ما سونج كان نايم فجاه اتنقل جوه مكان غريب. ايوه دي منطقه العقاب، وحوش ظهرت من وراه. الواد خلاص هيعملها على نفسه، هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهم حاجه. اتكتب له كده بسبب انك ما عملتش المهمات اليوميه اتنقلت لمنطقه العقاب، لازم تهرب من الوحوش دي لمده 4 ساعات ولو ما عرفتش فهتموت. الواد طبعا ما كانش فاهم اي حاجه وقلق جدا وما عادش قادر، فضل يجري من الوحوش وحاول يستخبى وجسمه وطاقته خلاص خلصت. الوحش ده كمان كان خلاص قرب منه وهيقتله، وهوبا الاربع ساعات خلصت. سونج رجع للمستشفى تاني، الممرضات شافوه بالشكل ده لحقوه بالعافيه. الواد بعدها تاني يوم فهم كل حاجه، عرف انه لو ما عملش المهمات اليوميه فحرفيا هيتجلد. بقى كل يوم قبل ما يفطر ولا اي حاجه يقوم يعمل المهمات اللي عليه ويخلصها الاول، ونتيجه لكده الواد طاقته زادت ولياقته البدنيه علت جدا، الدنيا تمام التمام. في نفس الوقت ده بقى كانت جوهي قاعده في البيت كده ومكتئبه وفي حاله صدمه نفسيه من اخر حاجه حصلت معاها. البنت تعبيرها حزينه جدا ومش بتفكر تعمل اي حاجه، ولكن بعد ما بتعرف ان سونج بخير وعايش بتفرح جدا وبتقرر انها تروح وتزوره في المستشفى. وصلت على هناك فعلا لقت شويه من الممرضات بتتكلم عليه وبيقولوا ان المريض ده مش طبيعي، لسه كنا بنعالجه من كام يوم ولكن هو دلوقتي بيفضل يتمرن من الصبح وبقى له 4 ايام على الحاله دي، هو ايه اللي بيحصل معاه؟ جوهي بعد ما بتسمعهم بتعرف ان سونج عدى الصدمه على عكسها وبتقرر انها تسيب له الهديه على الباب كده وبعدين تمشي. في الوقت ده بقى سونج كان خلص التمارين اليوميه بتاعته والدنيا تمام معاه، بيكتشف ان اوزا خلص التمارين بيحصل على مكافئات يوميه زي اعاده طاقه جسمه ونقاط قوه زياده وكده يعني. في اخر اليوم سونج بيحصل على صندوق عشوائي كده، والصندوق ده بقاله 3 ايام بيجيله بيطلع له حاجات تافهه كده، ولكن النهارده جات له حاجه مش عاديه. ايوه مفتاح مغاره من الدرجه الرابعه، سونج بقى كان عاوز يستكشفها بس قلقان وخايف لا يحصل له زي ما حصل معاه قبل كده. الواد بيشجع نفسه بالعافيه بيروح فعلا على مكان المفتاح، بيظهر له مكان ليه كده. الواد طبعا متردد يدخل خايف من اللي جوه وخايف لا يحصل له حاجه، ولكن بيشجع نفسه تاني بيدخل على المغاره، ولكن بعد دخوله باب الخروج من المغاره بيتقفل ولازم علشان يخرج يبقى معاه حجر انتقال آني او يخلص على زعيم المغاره والا كده هيموت هنا. الواد بعد ما بيعرف بيترعب وكان ماشي وقلقان جدا، دخل فعلا وقابله 3 من الجبلين الضعاف اتحدوا على سونج وحاولوا يقتلوه، والواد بيفاد الهجوم بتاعهم بالعافيه بيحاول معاهم بالسكينه بتاعته بينجح يقتل في واحد فيهم، طاقته طبعا زادت قتل الاثنين التانيين، الدنيا رايقه. بس فجاه وحش تاني خطير هجم عليه اسمه الذئب ذو الانياب الحديديه قوي جدا، وسونج السكينه بتاعته اتكسرت، الذئب هو كمان اتضير عليه. بص له كده سونج رجله بترتعش مش عارف هيعمل ايه، الذئب هو كمان بيقرب منه بكل قوته بيقزح عليه، شكلها دي النهايه يا صاحبي. الذئب هو كمان كان خلاص قرب، ولكن سونج راح قازح لفوق كده ولقى نفسه بعد جدا، فهم ان ده بسبب زياده قوته البدنيه. وبعدها قال للذئب تعالى، الذئب هجم عليه تاني وسونج راح مديله بوكس مكسر بدماغه، بس للاسف سونج من غير سلاح مش هيقدر عليه، وشكل الذئب ده هيشلوح يا صديقي. الواد بقى بيحاول يهرب من الذئب يمين في شمال ولكن مش قادر عليه وشكله خلاص هيموت. في الوقت ده بقى الواد بيفتكر قدراته وبيعرف انه عنده مكان للتخزين، بيفتحه بيخرج منه السيف ده، الذئب هو كمان كان بيقرب منه وخلاص هيقتله، بس انت مفكر انه هيقدر يقتله يا صديقي؟ لا والله، سونج بيستخدم السيف بتاعه بوم بيشقه لنصين، اللي بعده اهناه يا سعده 2 كمان من الذئب، ولكن الاسطوره سونج بيخلص على واحد فيهم بسهوله، التاني بقى بيخاف منه وبيطلع يجري. سونج بقى في الوقت ده قعد في جنب كده وبدا يستكشف المهارات بتاعته والاحصائيات وكل حاجه، بيكتشف انه بعد قتله للذئب بياخد منه طاقه ومستواه بيعلى هو كمان، دلوقتي هو في المستوى التاني، وكل لما يقتل وحوش اكتر كل لما مستواه هيعلى وقوته هتزيد اكتر. طبعا بيفرح جدا من التطور اللي عمال يحصل له وبيشجع نفسه وبيكمل الطريق، ولكن وهو ماشي بيلاقي الذئب اللي هرب منه جاب اخواته وخلاص الواد متحاصر، ذئاب حواليه من كل اتجاه. ولكن تفتكر ان ده هيفرق معاه صديقي؟ قولها معايا. لا والله، سونج بيكسر فيهم الواحد في التاني، محدش بيقف قصاده، بينهيهم كلهم وبيمتص طاقتهم. وبعد ما سونج بيخلص عليهم طاقته ومستواه بيعلو وبيكمل جوه المغاره علشان يجيب اخره، بيظهر له وحوش باشكال تانيه، بس الواد خلاص بقى ما بيرحمش، اللي بيقابله بيحصل اللي قبله. بس بعد ما قتل كل الوحوش دي طاقته علت ومستواه زاد، وبقى صعب يزيد في مستوى بقتل الوحوش الضعيفه دي، فعلشان كده لازم يدور على وحوش اقوى. بيكتشف بعدها مدخل تحت الارض كده وبيعرف ان في وحش مش طبيعي هناك، الهاله بتاعته بتوصل له وبترعبه مكانه. سونج بقى بيفكر بدل المره 1000 قبل ما يدخل جوه الكهف ده، وهو اصلا بعد هزيمه الذئاب ديت كان جاب حجر الانتقال الاني ويقدر يرجع في اي وقت هو عاوزه، بس الواد بيشجع نفسه وبيقول لنا للوحش ده. في نفس الاثناء ديت في العالم بره كان في بوابه كده فتحت في الشارع، الناس ما قتلتش الزعيم بتاعها ونتيجه لكده الوحوش خرجت وبدات تقتل في كل اهل المدينه. جوي بقى في
الوقت ده كانت معديها من المكان ده وشبكة الصيادين اتصلوا عليها علشان تروح وتساعد الناس. البنت بقى كانت مترددة جدا تروح، ولكن بعد ما بتفتكر سونج بتشجع نفسها وبتقول انا جاية. في الوقت ده بقى سونج كان وصل على مكان الوحش ومش شايف اي حاجة، بس فجأة صوت المية بيتغير، بوم سونج اكل على دماغه، ايوه سيفه اتكسر من ضربة واحدة. الوحش شافه، خلاص شكلها دي نهايتك يا حبيبي، هجم عليه كمان بسرعة جدا. وسونج حاول يضربه، حاول برضه يبعده ولكن مش قادر، الوحش بيحاصره من كل حتة، بيضرب سونج وبيبهدله. الواد شغال يتعجن بيهرب منه في كل حتة ولكن مش عارف يروح فين. الوحش بعدها بيحدف عليه عربية، سونج بيشوفها وبيحس بالعجز، بيجري باخر سرعته بعيد عنها، بيعافر علشان يمسك سلاحه، فعلا بيمسكه، بيقول انا لامتى هفضل ضعيف كده، انا يا دوبك لسه حسيت اني قوي بس شكلي كنت مغرور جدا. بيفتكر بعدها كل الناس اللي كانت بتستهزأ بيه زمان، بيتعصب جامد. الوحش بيضربه وبيضغط عليه ولكن سونج ما بيستسلمش، بيقول له انا مش هستسلم تاني، انا مش هتحط في نفس موقف الضعف تاني. بيتعصب على اخر وملامحه بتتغير، جسمه وطاقته بقت شيء مش طبيعي. الوحش هو كمان كان اتعصب منه وهجم عليه بكل غباء. تفتكر ان ده يفرق معاه صديقي؟ لا والله. الواد بيمسك في رقبه التعبان ده وبيقول له مش هرحمك، انا كل النقط اللي جمعتها من مهاراتي حطيتها في القدره الجسديه ومش هسيبك. بيضغط على التعبان بكل قوته، بيزعق وبيغير ملامحه، الدم خلاص ملى المكان، بيقول له بقى على صوته مش هستسلم. التعبان هو كمان كان جاب اخره، سونج هو كمان لسه بيضغط، وهوبا احلى مسا عليك. الواد قتل الوحش ومستواه زاد، طاقته زادت جدا وفرح هو كمان من الانتصار ده. بيقول بعد ما خلص عليه كده، اخيرا كده انا حاسس ان طاقتي زادت شويه. وبعدها بياخد الحصاد من الوحش ده، بيظهر له سلاح جديد كده زي الخنجر، عنده قدرات عاليه جدا وليه قدره السم بتاع التعبان. سونج بقى طبعا بيحطهم في المخزن بتاعه، وبعدها المغاره بتخلص. الواد بيرجع العالم تاني وبيطلع من المكان اللي خرج منه، بيلاقي شرطي بيجري عليه بسرعه كده وبيقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ مش مسموح لحد يتواجد في المنطقه ديت. سونج بيساله عن السبب، الشرطي ما كانش عاوز يرد عليه، ولكن لما شاف السيف في ايده عارف ان سونج صياد، وقال له بالله عليك تعالى معانا بسرعه، البلد في مصيبه. سونج ما كانش فاهم اي حاجه وراح معاه علشان يعرف الدنيا فيها ايه. الراجل بقى وقف في الطريق قال له في وحش خطير قريب من هنا. سونج فعلا بيلاحظ وبيستخدم قوته وبيحدد مكان الوحش ده، بيوصله على المكان بتاعه وبيلاقي هناك فعلا مجموعه من الصيادين اصحاب الرتب الضعيفه بتحارب في الوحش ده، ولكن مش قادرين عليه. الصيادين كانوا ملبوخين جدا وحرفيا الوحش هاين كرامتهم. جوي بقى هي كمان كانت في الوقت ده واقفه معاهم بتحاول تساعدهم، ولكن بسبب اخر مغاره ليها لسه مش عارفه تجمع قوتها، هي عباره عن عاله على الفريق ده مش اكتر. الوحش بقى هو كمان كان زود طاقته وخلاص هيقتل العيال دي ومحدش هيروح بيته. تخيل بقى ان حد هيموت والاسطوره وانج موجوده صديقي. لا والله. الواد بيرجع لورا كده وبيجمع قوته في ايده، بيحدف السيف ده بكل قوته في الوحش وهوب خلص على الدفاع بتاعه. العيال بعدها لقت الضرب على الوحش سهل واستغلوا الموقف ده وخلصوا عليهم كمان، بس القائد بتاعهم كان مستغرب جدا من اللي حصل وعرف ان في حد ساعدهم من بعيد. بيسال الحارس عن اللي حدف السيف ده، والحارس كان لسه راح يشاور على سونج ما لقاهوش في المكان، واللي كان في الوقت ده مشى علشان ما حدش يعرف قوته او يلفت الانتباه ليه، وكان بقى واضح عليه التطور جدا يا صديقي. زوهي بقى هي كمان لمحته وتحسها مش هتطلع من المصيبه اللي هي فيها. بعد كام يوم من التدريب المتواصل سونج عضلاته كبرت وبقى كل الممرضات في المستشفى بتتكلم عليه. واحده بتقول شفت الواد اللي كان ضعيف من يومين شكله اتغير ازاي بعد ما بدا تمارين عضلاته برزت وبقى حته تقيله قوي. واحده فيهم ما بتصدقش كلامهم وبتقول لهم خلاص انا هروح واشوفه. بتاخد حاجاته وبتروح على سونج، فعلا بتفتح الباب شافته. البنت اتصدمت، وانت كمان وانا اتصدمنا يا صديقي، الواد شكله اتغير 180 درجه وبقى عامل كده. المهم بعدها سونج بيطلع من المستشفى بعد ما الممرضه بتطمن على صحته والدنيا تمام، بيرجع على البيت بتاعه وبيرتاح هناك. اخته بقى بتقول له ايه يا عم الحلاوه دي، انت عضلاتك طلعت وطولت كمان، هو ايه حكايتك بالظبط؟ سونج بيتوي عليها في الكلام كده. وبعدها البنت بتمشي، وبعد ما بتمشي صاحب الشقه بيرن على سونج وبيقول له فين يا عم الايجار بتاعك، انت متاخر 10 ايام عاوز نرميك بره ولا ايه؟ الواد طبعا بيعتذر له على التاخير ده وبيقول له ما تقلقش هجيب لك الفلوس حالا ان شاء الله، بس يا عم هتجيبها ازاي، انت حيلتك حاجه؟ اكيد لا يعني. وعلشان كده الواد بيدور على مهمه يجيب منها فلوس بسرعه، بيلاقي واحده فعلا وبيقرر يروح وينفذها. وصل على مكان المهمه ديت لقى 6 اشخاص هناك، الاشخاص دول من الرتبه الثالثه وفي بعضهم من الرتبه الرابعه، عاوزين واحد بس يشيل لهم الشنط مش اكتر. كمان جاب عيل كده علشان ينقب ويستخرج الجواهر السحريه، والواد ده اسمه جينو، عيلته غنيه جدا وكان لابس دروع بالهبل وثمنها بالمليارات يا صديقي. المهم دخلوا على المغاره فعلا والدنيا تمام، ما كانش في اي وحوش في الاول، فعلشان كده دخلوا جوه المغاره اكتر بس برضه ما فيش اي وحوش. سونج بقى في الوقت ده بيحلل كل الحفر اللي قدامه، بيستنتج نوعها، بيركز حواسه كده وبيعرف نوعيه الوحوش وهي فين، بيقول لهم على مكانها. الكل بيسمع كلامه فعلا، بيضربوا في الحشرات من فوقهم، الوحوش هجمت عليهم، الكل نازل ضرب فيها. الفريق ده متمكن جدا والكل بيتعاون مع بعضه،
وسونج باك كان واقف وزهقان بيقتل في شويه حشرات كده من زهقه، ولكن حاسس ان في حاجه غلط. ايوه الفريق ده مكون من 6 مقاتلين ومدافعين وما فيهمش اي معالج، هو انا زودت في تفكيري ولا ايه؟ ما علينا. المهم بيكملوا طريقهم وبيوصلوا على مكان مدخل الزعيم، بس قبل ما بيدخلوا سونج بيلاحظ نظرات مريبه على قائد الفرقه ديت، بيقلق جدا منه، بيقول لجينو انت دي اول مهمه ليك ولا ايه؟ فجينو قال له ايوه. سونج قال له طيب خد بالك علشان ممكن تبقى الاخيره. الواد طبعا ما فهمش كلامه، ولكن كملوا طريقهم ووصلوا عنده غرفه زعيم المغاره، وكان حواليهم شباك عنكبوت من كل حته، فضلوا يقطعوها لحد لما وصلوا هناك. الوحش بقى كان نايم، والمكان كان مليان مجوهرات سحريه رتبتها عاليه وثمنها غالي جدا، وسعرها ممكن يوصل لمليار ين. طبعا كل الصيادين كانوا فرحانين من المكسب ده ومش مصدقين نفسهم، ووفقا للعقد مع سونج فهو كده المفروض يقسم مع الصيادين في الجواهر دي وياخد ثمن المكسب منهم. جينو طبعا هو اللي كان قال له على الكلام ده، ودونسك باو اللي هو قائد الفرقه قال له يا عم انت قلقان ليه؟ ما تقلقش هو هياخد كل اللي هو عاوزه، بس قبل ما الزعيم يصحى لازم نطلع البلورات ديت. بيسال بعدها الشخص اللي معاه ندوات الفحر، ولكن بيقول لهم انا سبتها بره، فدونسك قال له خلاص يا عم تعالى نجيبهم، خليكم بس هنا انتم الاثنين، احنا هنطلع نجيب الادوات ونيجي. جينو كان معترض على كلامه وبيقول لهم انتم ازاي هتسيبونا في الغرفه ديت؟ الزعيم بتاع المغاره هنا وممكن يقتلنا في اي لحظه. دونسك قال له يا عم ما تقلقش الزعيم نايم وشكله مش هيصحى دلوقتي، دي اول مغاره ليك ومش هتفهم حاجه، سيب بس الكلام للناس اللي بتفهم فيه وانا مش هتاخر عليك. خرجوا من الكهف فعلا، دونسك كان على وشه علامه خبيثه، فرحه مش طبيعيه، بيؤمر الواد اللي معاه يقفلوا مدخل الكهف. الواد قفله فعلا. سونج فهم كل حاجه، ايوه هم هيستنوا الزعيم يقتلهم وبعدها ياخدوا كل المكاسب، خطه جهنميه بيعملها فريق دونسك على طول علشان يستفيدوا من غير اي خساره. وطبعا ده بيحصل لان اي قتل بيحصل جوه المغاره محدش بره في العالم الخارجي بيعرف بيه، وشكل فريق دونسك متعود على كده. سون طبعا كان عرف سونج قبل كده بالكلام ده وقال له لازم اي فريق صيادين ما يقلش عن 8 اعضاء، وبسبب القواعد دي مجموعه من الحساله بيستغلوا المغارات في قتل باقي فرقهم علشان يستولوا على كل الحصص. لو قابلت مجموعه من دول لازم تهرب والا مصيرك هيكون الموت. في الوقت ده بقى جينو كان مرعوب جدا، زعيم المغاره هو كمان كان فاق وشكل العيال ميتين وش. في الوقت ده بقى سونج شاف الوحش قدامه ولاحظ الفرق في القوه ما بينهم، بيقول في باله فرق القوه عمرها ما هتكون زي المره اللي فاتت. بيتحمس جامد وبيرمي الشنطه بتاعته، بيقول لجينو ارجع ورايا انا اللي هواجه الوحش ده لوحدي، وشكلنا هنشوف قتال عظمه العظمه يا صديقي. في نفس الوقت ده بقى كان الصيادين واقفين بره الكهف وبيتكلموا مع بعض، بيتناقشوا في الخطه اللي هينفذوها. الواد ده بيقول للقائد بتاعهم مش كان اسهل لينا لو قتلناهم وخلاص؟ هنستفاد ايه يعني من الوقت ده؟ دونسك قال له خلاص يلا انت مش فاهم اي حاجه، انت علشان تخرج البلورات دي لازم تاخدها والوحش نايم، لو الوحش كان مقتول فالمغاره هتقفل وبعدها على طول هنرجع على العالم بتاعنا وكده ما استفدناش اي حاجه، ولكن لو الوحش صحى فهيتخانم على الاثنين هناك دول وبعد ما يقتلهم هياكلهم وهيتعب وبعدها هيرجع وينام تاني، واحنا طبعا هنستغل الفرصه دي وندخل من الفتحات اللي فوق ونسرق كل المجوهرات من غير ما حد ياخد باله. الكل طبعا بيفرح من ذكاء القائد بتاعهم وكانوا في قمه السعاده. في نفس الاثناء دي كان سونج واقف قدام الوحش وجينو واقف وراه. الواد كان مرعوب جدا وبيقول له انت استحاله تقدر تهزمه، الوحش ده محتاج واحد في الرتبه الثانيه اقل حاجه علشان يقدر عليه، انت كده هتموت نفسك وخلاص. سونج بقى في الوقت ده كان عارف ان الوحش ده اقوى منه، بس بالرغم من كده بيتقدم بيهجم على الوحش بكل غباء. جينو بيتفرج عليه وبيتصدم، هو ازاي بيتحرك بالسرعه دي؟ مستحيل ده يكون صياد من الرتبه الخامسه، اكيد في حاجه غلط. سونج بقى كان صامد قدام زعيم المغاره بيتحرك حركات مش طبيعيه، بسبب زياده مستواه قدرته علت وبقى قادر يفادي كل هجمات الوحش ده، بيضربه كمان بس للاسف جلد الوحش ده كان صعب جدا، الواد مش عارف يخربشه حتى. جينو بقى في الوقت ده اترعب جدا، عرف ان سونج هو كمان مش صياد طبيعي، لا ده شكله واحد مخبي قوته، بيقول في باله انا عملت ايه في حياتي علشان اول مغامره ليا تبقى بالرعب ده، شكل امي كانت بتدعي عليا. ما علينا. سونج بقى في الوقت ده صديقي كان مستمر في الهجوم على الوحش بكل غباء، بس بسبب قوه الوحش ده الواد ما كانش عارف يعمل اي حاجه قدامه، التعب هو كمان بيزيد، لو فضل على كده استحاله يقدر يفوز عليه. الواد في الوقت ده بيعرف حجم الخطر اللي هو فيه، بيتحمس جامد، بيفعل مهاره الاندفاع الجديده اللي اكتسبها وبوم بيطير على الوحش ده، بيطلع فوقه، نزل عليه بسرعه جدا، ضربه في راسه، ولكن قوه وصلابه الوحش ده مش طبيعيه، سونج مش قادر عليه. الواد بيرجع وبيهجم عليه تاني، برضه مش قادر، بيزود سرعته كمان وكمان، بيهجم على الوحش وكان خلاص هيقتله، وهوبا التعب وصل 70، سونج مش قادر يتحرك، الوحش هو كمان استغل الفرصه ديت وضربه، الواد خلاص شكله هيودع، بيشوف الوحش رايح عليه علشان يقتله، بس فجاه بيستخدم الشفاء الكامل، ايوه سونج اختفى من قدام الوحش ده، وكان فوقه، قوته بترجع تاني، بيزعق على اخره وبينزل على الوحش بكل غباء، بينجح يخترق دفاعه، الواد في عينه كميه حماس مش طبيعيه، بيضرب الوحش تاني وتالت ورابع، بيخلص عليه، ده ايه العظمه ديت؟ جينو بقى كان مصدوم،
مش مصدق عينه، مش مصدق كمان اللي شايفه قدامه. سونج بقى بعد هزيمة الوحش ده مستواه عالي اكتر، اخذ البلورة بتاعته والدنيا رايقة قوي. بس فجأة جينو بيقرب منه بيقول له عاش عليك يا قائد، انا النهاردة الخدام بتاعك، بس بالله عليك ما تقتلنيش. راح على البلورات الموجودة هنا وقال له ما تقلقش انا هخرج لك كل البلورات واديها لك. سونج بقى طبعا ما كانش فاهم هو بيعمل كده ليه، بس قال ما علينا يعني. في نفس الاوقات دي كان فريد دونسك على وشك الوصول على باب الكهف وكانوا متحمسين على الاخر، ووصلوا فعلا شافوا الاثنين لسه عايشين قربوا منهم. دونسك بقى بيقول هو ايه اللي حصل هنا، هم هزموا الزعيم ولا ايه؟ ده شكله كان ضعيف جدا وانا اتحمست على الفاضي، ما علينا. بيبص بعدها عليهم كده وبيقول اكيد جينو هو اللي قتله، المعدات بتاعته عاليه جدا واستحاله الضعيف ده يهزمه. جينو بقى في الوقت ده كان واقف ومش فاهم حاجه وساكت وخلاص. بعدها دونسك بيقول له بص كده يا عم جينو، بما انك جامد وقتلت الوحش ده لوحدك فانا هدي لك فرصه، خلص على الواد الضعيف اللي جنبك ده وتعالى انضم لفريقي وانا هسيبك طبعا تعيش ومش هقتلك. جينو بقى في الوقت ده كان في مفارقه عظيمه ومش عارف يعمل ايه، لو اختار سونج هيموت ولو اختار الفريق التاني برضه هيموت، اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ بيقول بما اني كده كده ميت فراح قدام سونج وقال لهم ده اخويا محدش يقرب منه. دونسك بقى في الوقت ده قال له طالما هي كده فاستعدوا انتم الاثنين لموتكم. الهاله بتاعت القتل بتاعتهم انتشرت في المكان، وفجاه رساله جت لسونج من النظام، لو ما قتلتش الست اللي قدامك دول فانت هتموت. وواحد بيستغل انشغال سونج وبيضربه، الضربه كانت قويه جدا والواد اترمى في الجدار رجله بس اللي باينه. دونسك بقى كان فرحان ومفكره خلاص مات، بيقول لي جينو ها عاوز تموت ولا تيجي معانا؟ في الوقت ده سونج كان بيصارع مع نفسه بيقول النظام طلب مني اقتلهم ليه كده، بيتعصب عليهم وبيقول ايوه انا كده افتكرت، المغاره ديت بتتحكم بقانون الغابه، القوي بياكل الضعيف، لو ما قتلتهمش هم هيقتلوني، النظام بيستغلني وانا بستغله، العيال دي لازم تموت. دونسك بقى في الوقت ده بيشوف سونج كده وهو لسه ما ماتش وبيستغرب جدا، بيقول للواد ده انت ضربته بالراحه ولا ايه؟ حد تاني يخلص عليه بسرعه. واحد راح على سونج فعلا وعمال يستهزئ بيه، لسه هيكمل كلامه وهوبا سونج قطع راسه، الكل اتصدم هو ايه اللي بيحصل ده؟ سونج قال لهم كده واحد من السته اللي بعده يا هناه يا سعده. وقتها الكل خاف من سونج والهاله بتاعته، بداوا يهجموا عليه بكل غباء، بس الواد بيصد كل هجماتهم، بيخلص عليهم واحد واحد، بيفادي الهجمات وبيطعنهم، حاجه اخر جمتان الصراحه، الكل بيتجمع عليه وبيحاولوا يضربوا تاني، بس انت مفكر ان حد هيقدر عليه يا صديقي؟ لا والله، الواد بيخلص عليهم واحد ورا التاني، اللي بيقابله بيحصل اللي قابله، ما عادش فاضل فيهم غير القائد بتاعهم. سونج بيقول له ما عادش غيرك، اجهز لموتك. جينو في الوقت ده بقى ما كانش مصدق عينه، ده بقى اقوى حتى من ساعه ما كان بيهاجم العنكبوت، ده ايه القدره الساحقه ديت؟ في الاثناء دي كان دونسك فاتح بقه من هول الموقف، عرف ان سونج هو اللي هزم زعيم المغاره، بيتعصب جامد وبيفعل قوته، طاقته بتجتاح المكان، بيقول في باله حتى لو انت قوي زي الوحوش فبعد هزيمتك كل دول اكيد طاقتك قلت، مش هتقدر تعمل معايا اي حاجه، بيزعل اخره بيروح يهجم عليه، تخيل بقى انه يقدر يقف تحت رجليه؟ لا والله، هي ضربه واحده بس كسرت دماغه. اللي بعده يا هناه يا سعده، بيرميه على الارض ودونسك مش مصدق اللي حصل، بيترجى سوني يسامحه، هو هيديله كل اللي هو عاوزه، سيبني بس وانا هدي لك 3 مليار 4 مليار، خد كل فلوسي بس بالله عليك ما تقتلنيش. سونج بيقول له انت حاولت تقتلني 3 مرات، متخيل ان انا هسيبك؟ اكيد لا، هي واحده بس طيرت دماغه، اكتملت المهمه وكده سونج هيعيش. وجينو طبعا كان واقف وشاف كل اللي حصل، المغاره هي كمان بعدها بتقفل والاثنين بيخرجوا منها، بيسلموا كل حاجه وبيعرفوا البنت دي باللي حصل. البنت طبعا كانت مستغربه هم عايشين ازاي وازاي ست صيادين اعلى منهم في الرتبه ماتوا، اكيد في حاجه غلط. بس بعد ما بتشوف معدات جينو الفاخره بتستنتج ان هو اللي هزم زعيم المغاره، واليوم بيعدي على خير. جينو طبعا كان فرحان جدا علشان لسه عايش، ووعد سونج انه مش هيعرف حد باللي حصل، وبيخلص اليوم على كده. تاني يوم بقى عند شبكه الصيادين كان الرئيس قاعد بيستقبل الطلبات والدنيا تمام، بيجي له بعدها الشخص ده وبيقول له في حاجه غريبه انا حابب اعرفها لك. الرئيس بيقول له ايه يا عم اللي انت عاوزه، اتكلم بسرعه. الراجل قال له في حادثه غريبه حصلت في مغاره من الرتبه الثالثه، وهي ان اضعف صيادين من الثمانيه اللي دخلوا خرجوا منها بعد ما المغاره قفلت، ولكن الباقي كلهم ماتوا. الرئيس قال له ده معناه انهم هربوا، فين المشكله؟ الراجل قال له لا، الزعيم بتاع المغاره هو كمان اتهزم والمغاره ذات نفسها اختفت. الرئيس طبعا وقتها بيتصدم وبيعرف ان في حاجه غلط في الموضوع، بيبص كده على الاشخاص اللي كانوا جوه وبيعرف ان سونج كان واحد من الاثنين دول. طبعا الواد بيشد انتباهه، ولكن برضه الرئيس ما بيديش لموضوع اهميه، وده لانه كان اتاكد من الطاقه بتاعته قبل كده فعلشان كده ما شكش فيه. بس بعدها المساعد بتاعه بيقول له قائد الفرقه اللي ماتت دي كان اسمه دونسك، ولو اخوه عرف انه مات فهيقلب الدنيا، وشكل اخوه ده ما بيهزرش يا صديقي. المهم في الوقت ده بقى كان سونج قاعد مع اخته في البيت والدنيا تمام، كان جايب لها اكل وبيبسي والبنت كانت رايقه على الاخر. بعدها سونج بيلاحظ حاجه غريبه في جسمه، ان هو بعد ما بيشرب البيبسي الطاقه الجديده بتاعته بتنقيها، والواد ما بيستفادش اي حاجه. الواد طبعا بيتصدم وبياخد الكرتونه دي
بيفضل يشرب جوه، ولكن برضه حاسس انها مجرد ميه وما فيش اي صدى في الموضوع. فوقتها بقى الواد بيستنتج اللي بيحصل، بيعرف ان ده بسبب مهاره شجاعه الضعيف، واللي اكتسبها اول مكان في المغاره وانضرب، ودي بقى بتنقيه من كل الامراض والسموم، وهي كمان نفس المهاره اللي رجعت له دراعه ورجله. المهم الواد ما بيفكرش كتير وبعدها بينام. بعدها بشويه اخته بتصحيه، بتقول له في شخص اسمه جينو عاوزك بره. سونج بيلبس هدومه وبيطلع علشان يقابله، بيقعدوا في مقهى كده، وسونج بيقول له ايه اللي انت عاوزه مني. في الوقت ده بقى جينو بيدخل في الموضوع، بيقول لسونج الاتي، انا ابويا عاوز يفتح نقابه جديده وبيفكر يخلي اخويا الكبير مديرها. هو اي نعم اقوى منه ومن الرتبه الاولى، بس انا متاكد ان طرقه مش كويسه وشريره، والنقابه بتاعته اكيد مش هتنجح. سونج قال له طيب انا مالي يعني، ومال اخوك والعيله بتاعتكم. جينو قال له انا عاوز منك خدمه، لو قدرت تنفذها معايا ابويا هيقتنع بانجازاتي وهكون انا رئيس النقابه. سونج قال له عاوز نجي معاك ونخلص على مغارات من الرتبه الثالثه صح؟ فجينو قال له بالظبط كده. سونج بعدها قام وقال له انا مش موافق سلام. جينو قال له يا عم بالراحه، هدي لك مبنى قيمته 3 مليار دولار مقابل بس انك تخلص معايا 20 مغاره من الرتبه الثالثه، وبعدها مش عاوز منك اي حاجه، وكل واحد فينا يروح من طريق. سونج بقى في الوقت ده كان شايف الفرصه حلوه، بس لازم يتأنى ويفكر بهدوء والا هيلفت الانتباه عليه. فعلشان كده قال لي جينو عرضك مرفوض دلوقتي، وبعدها سابه ومشى. الواد طبعا حاول معاه بكل الطرق ولكن سونج ما عبروش. المهم في الاثناء ديت كان في شخص اسمه هوانج متعصب جامد، ايوه ده هو اخو دونسك، واللي عرفه انه اتقتل في مغاره ومش ناوي على خير طبعا. بيسال المساعده بتاعته عن الناس اللي كانوا معاه، والبنت بتوري له صورتهم، ايوه ده سونج وجينو. الواد طبعا بيعرف ان هم اللي قتلوه، وبيقول لهم استنوني نهايتكم هتكون على ايدي. في نفس الاثناء دي كان سونج مستمر في تمارينه اليوميه واستكشاف مهاراته الجديده وكل حاجه، وهو بيتفحص الادوات بتاعته بيخرج له مفتاح كده، ايوه ده مفتاح جزيره الشيطان، واللي ظهر له في صندوق عشوائي كده وفي غرض اسطوري. سونج طبعا بيفرح جدا اول لما بيعرف بالغرض ده، وبيجري على امه في المستشفى بيقول لها لقيته يا امي، العلاج اللي هيشفيك من المرض الخبيث اخيرا لقيته، خليكي مرتاحه هنا وانا هجيبه واجي. وبيتضح ان الفائده العظيمه من جزيره الشيطان هي اكسير الحياه، والاكسير ده بيشفي من اي اصابه، وهو اللي هينقذ ام سونج من مرضها الدائم. المهم الواد على طول اخذ المفتاح واستخدمه ودخل على المغاره. المكان كله مليان نار، والمغاره ديت بتعتبر من الدرجه صفر، يعني اقوى المغارات الموجوده. المهم الواد دخل فعلا ودور على اي حاجه قدامه، في ايده حجر الانتقال الاني، ولو الدنيا ازمت هيجري في ثانيه. بس فجاه كلب بثلاث رؤوس هجم عليه. سونج على طول بيطلع سلاحه وبيطير علشان يضربه، بس الجرح سطحي جدا ما عملش اي حاجه. ساعتها الواد بيستخدم مهاره تعطش الدماء الجديده بتاعته، بس الوحش كان اقوى منه، المهاره ما اتفعلتش. الواد بيتعصب وبيهجم على الوحش وبيطعنه بالخنجر المسموم بتاعه، بس السم مالوش تاثير، وحرفيا الوحش ما بيرحموش، بيضرب سونج وبيبعده، بيحدفه بعيده وبيأذى على دراعه وبياكلها. سونج اترمى على الارض بعد الضربه ديت، نقاط حياته وصلت للنص. الكلب هو كمان استمر في الهجوم عليه وما ادالوش اي فرصه. الضربه في الثانيه وسونج مش قادر على الكلب، خلاص شكله هيموت. بيستخدم الشفاء على نفسه، بيعالج دراعه، بيهجم على الكلب تاني، بس الوحش ده كان جامد ما عطلوش اي فرصه. سونج عمال ياكل على دماغه، بيفضل ينضرب من الوحش وما عادش قادر يتحرك. بيستغل الموقف ده وبيستخبى هنا، حاول يستخدم بلوره العوده علشان يهرب، بس الوحش بيعرف مكانه، بيضربه والبلوره بتطير من ايده. سونج بيجري على اخره وبيستخبى تاني، بيقول يا واقعه مهببه بهباب، شكلي كده هموت. بيلاقي بعدها في صندوق الادوات بتاعته ازازه سم، لو شربها طبعا هيتاثر بالسم، ولكن المهارات بتاعته هتشفيه، ونتيجه للسم ده الاضرار الجسديه هتقل بنسبه كبيره. لسه الواد بيشربها وبوم الوحش هجم عليه تاني. الواد شكله هيغمى عليه ولكن بيجمع شتات نفسه بالعافيه. الكلب هو كمان بعد كل الضرب ده كان انهك جدا، مهاراته قلت. سونج بيلاحظ اللي بيحصل معاه، استغل الوضع واستخدم قوته وكسر عظم الوحش ده يمين في شمال فوق تحت، ايه الحلاوه ديت. سونج كسر عظمه، بس تفتكر انه هيكسبه بالسهوله ده يا صديقي؟ لا والله، الوحش ما بيرحموش وبيحاول ياكله. الواد بيعافر، خلاص الوحش مسكه، طاقه سونج قربت تختفي. بس فجاه سونج بيجمع كل طاقته وبيدي الوحش على دماغه، الضربه فيها كل القوه لسونج، الوحش ما عادش قادر يتحرك. الواد بيستمر في ضربه لحد لما خلاص الكلب طاقته خلصت. ايوه الاسطوره وانج بيكسب القتال ده، اي نعم هو طلع عينه بعد ما هزمه، بس مستواه زاد هو كمان وطاقته علت والدنيا عظمه. وبعد ما مستواه بيزيد جروحه بتختفي ولا كان في اي حاجه، وكمان بيجيله ادوات اسطوريه هيستخدمها في المعارك بعد كده، ومن ضمنها طبعا طريقه صنع الاكسير. بس علشان يصنعه لازم يحصل على 3 اغراض تانيين موجودين في برج الشيطان ده. سونج طبعا كان عاوز يدخله، بس هو عارف ان هو لو قرب منه بمستوى ده فحرفيا هيتجلد، وعلشان كده الواد بيقرر يوقف القتالات النهارده ويرجع ويكمل في وقت تاني، وبيخلص اليوم على كده في يوم تاني. المهم بقى بعد ما سونج بيطلع من مغاره فرن الشيطان بيروح على امه في المستشفى، بيتكلم معاها شويه، بيحكي عن مرضها واللي هو السبات الدائم، وده مرض خطير جدا بيصيب 1 من كل 10,000 واحد، وما فيش لحد دلوقتي حد اتصاب بالمرض
مرض داو ام تاني. وسونج طبعا بعد ما شاف بصيص الامل مش هيستسلم، ولكن طاقته كانت ضعيفة جدا ولازم يستغل الوقت ده علشان يقدر يدخل على برج الشيطان تاني ويجيب الاكسير من هناك. وبسبب الظرف ده الواد بيتصل على جينو وبيقعدوا في المطعم، بيقول له بسبب ظروف شخصية فانا خلاص وافقت على عرضك اللي فات، هدخل معاك على 20 مغارة من الرتبة الرابعة، والاتفاقات ما بيننا زي ما قلت المرة اللي فاتت. جينو بيفرح جدا بعد ما بيسمعه وبيقول له اي حاجة انت عاوزها هتبقى تحت رجليك يا مدير. سونج طبعا بيقول له تمام بس بشرط واحد، وهو اننا احنا الاثنين بس اللي هندخل على المغارة. جينو بيتصدم وبيقول له ازاي يعني انا مش فاهم. سونج بعدها بيفهمه ان هو هيجيب ستة معاهم يكملوا العدد مش اكتر، هما الاثنين هيدخلوا على المغارات لوحدهم ويقتلوا الزعيم جوه وبعدين يخرجوا. جينو طبعا بيفهم ان سونج مش عاوز حد يلاحظ قوته وبيقول له خلاص اتفقنا يا زعيم، بس الموضوع هياخد شويه وقت لحد لما اتفق مع ابويا، فقدامنا اسبوع كده بالكتير. سونج طبعا بيقول له تمام وبعدين بيروحوا. في الاثناء دي بقى كان والد جينو بدا فعلا في تكوين نقابه، بعت المستشارين بتوعه على الصيادين اصحاب الرتب اس او الدرجه صفر يعني علشان يضمهم للنقابه الجديده بتاعته، بس طبعا الموضوع ما كانش بالسهوله ديت ومحدش وافق في الاول. بعدها جينو بيروح على ابوه كده وبيعرفه بالخطه بتاعته كامله، الاب طبعا بيوافق وبيقول له خلينا نشوف مهاراتك يا كبير. في نفس الاثناء ديت كان سونج مش لاقي اي حاجه يعملها، بيتدرب تدريباته اليوميه وخلاص. بيجي له بعدها كده رساله من المنظمه بتعرفه ان في مغاره من الرتبه الرابعه فتحت في منطقه قريبه منهم، وسونج طبعا كان قدامه الفرصه يدخلها. الواد بعدها بيقول حلو احسن من اي حاجه وبيقبل المهمه. الرساله ديت راحت لكل الصيادين القريبين منهم في المنطقه وفي منهم كتير قبلها. المهم تاني يوم سونج بيوصل على المكان ده وبيتصدم من اللي هناك. ايوه خمسه من اللي كانوا معاه قبل كده وافقوا على المغاره دي، واللي من ضمنهم كيم طبعا. الكل كان مستغرب بقى من سونج وشكله اللي اتغير جدا، ولكن محدش قدر يكلمه غير جوهي وسون، واتزعلوا انهم ما تخلوش عن سونج جوه وفضلوا معاه للاخر. المهم بعدها بيوصل ثلاثه من المجرمين اصحاب الرتب الثالثه، هم يدخلوا على المغاره ديت مع سونج وفرقته علشان يخففوا من العقوبه اللي عليهم. بيراقبهم صياد من الرتبه الثانيه يدعى كانج، وشكله واثق جدا في نفسه وفي مهاراته، وبيقول لهم ما تقلقوش منهم، لو واحد بس من المجرمين فكر يبص جنبه هقتله. الكل بعدها قال له تمام ودخلوا جوه المغاره. اول ما دخلوا قابلهم مجموعه من الغبلين الضعاف، والمجرمين خلصوا عليهم بسهوله. سون بقى هو كمان كان خلص على جزء كبير منهم وشكله قوته زادت هو كمان، وسونج هو كمان ما رحمهمش. طبعا جوهي كانت مستغربه ازاي سونج الضعيف بقى جامد كده وما تعورش من اي وحش لحد دلوقتي، هو انت هكرت ولا ايه؟ الواد بيضحك كده وبيقول لها لا. سون بقى هو كمان كان لاحظ الهاله المختلفه لسونج وفرح جدا ان هو لسه سليم. المهم بيكملوا طريقهم جوه المغاره وبيوصلوا عند ثلاث كهوف كده، بيتقسموا لثلاث فرق كل واحد فيهم بيدخل كهف. كانج والمجرمين بيدخلوا الكهف على اليمين، وسونج وجوهي وسون هيدخلوا اللي على الشمال، اما كيم والواد ده فدخلوا اللي في النص. بس قبل ما سونج بيدخل كان لاحظ ان كانج كده بيضحك وباين ان هو مش ناوي على خير. المهم الكل دخل جوه الكهف والدنيا تمام. كيم بقى هو ماشي بدا يتكلم مع الواد اللي معاه، بيعرفه ان هو لسه حاسس بالعار ومش قادر يبص لسونج من اللي عمله في المغاره المزدوجه. بيقول له انا عاوز بعد ما اطلع من هنا اوطي راسي واعتذر لسونج، يمكن بس يسامحني، انا عملت معاه حركه وحشه جدا المغاره اللي فاتت ومن يومها وانا مش قادر اسامح نفسي. الواد ده هو كمان قال له نفس الكلام وكان ناوي يعتذر له علشان يتخلصوا من الندم اللي جواهم. في نفس الاثناء ديت بقى كان كانج ويا المجرمين وشايفهم قاعدين يقتلوا في الغيلان، بيوقفهم كده وهم بيقتلوا وبيقول لهم انتم بتقتلوا الغيلان بسهوله قوي، بس لو هي كانت بشر هل هيبقى في فرق عندكم ولا لا؟ المجرمين قالوا له لا مفيش فرق عندنا، كلهم حيوانات هتتقتل مش اكتر. كانج في الوقت ده بقى بيفتكر كلام الشخص ده واللي جاله قبل ما يدخلوا على المغاره، قال له ان المجرمين دول اغتصبوا بنتي بطريقه وحشيه جدا، الشرطه عرفت وقبضت عليهم، ولكن بنتي ما استحملتش الموقف ده وانتحرت. هم اي نعم دخلوا السجن ولكن كلها كام سنه وهيخرجوا من غير ما يموتوا علشان هم صيادين ورتبتهم عاليه، ولكن انا بنتي عمرها ما هترجع تاني، فعلشان كده بالله عليك انت املي منهم، خد كل الفلوس ديت، بس انا مش عاوزهم يرجعوا تاني. نرجع بقى للمغاره في الوقت ده، واللي كان جبا كان بيبص للمجرمين كده وبيقول لهم بسبب تمرد الثلاثه من المجرمين قدامي قررت ادافع عن المغامرين واقتلكم، ده التقرير اللي هكتبه. وبعدها كيمو اللي معاه بيوصلوا على نهايه الكهف بتاعهم، وبيكون الكهف اللي في النص واليمين متصلين ببعض، ولما بيوصلوا بيشوفوا كانج وهو بيقتل في المجرمين قدامهم. كيم بعدها بيزعق له وبيقول له انت بتعمل ايه؟ كانج بيخلص على اللي في ايده وبيقول له هلفك حواليه. في الاثناء ديت بقى كان سونج واللي معاه قربوا خلاص على زعيم المغاره، ولكن فجاه بيسمعوا صريخ حد جاي من الكهف الاول. سونج بسرعه بيجري على اخر سرعته وبيوصل على المكان ده، بيلاقي الكل هناك اتقتل. كيم كان مجروح كتير جدا بيجيب دم من كل حته. سونج على طول بيزعق لجوه بيقول لها على الجيب بسرعه، انت مستنيه ايه؟ البنت بتستخدم قوتها فعلا وبدات تعالجه. كيم بيفوق بالعافيه بيقول لها وفري طاقتك يا بنتي، انا كده كده خلاص ما عادش فاضل لي وقت وهموت، كويس بس اني شفتك يا سونج قبل ما اموت. انا عاوز اقول لك على حاجه، انا كنت متفق مع الواد اللي معايا ان اول ما اخرج من المغاره هوطي لك راسي واقول لك انا اسف، انا عارف انك عمرك ما هتسامحني بس سيبني بس
بس اقول لك انا اسف. سونج بقى كان متعصب جدا وبيقول له انت هتموت ازاي، انا كده مش هعرف اكرهك، فوق يلا. ولكن للاسف كان خلاص كيم جاب اخره، مات قدام عينيهم. جوهي والكل كان زعلان جدا عليهم، مش عارفين مين اللي قتله. بس فجاه كانج بيهجم على جوهي بسرعه جدا، كان خلاص هيقتلها، بس سونج مسك ايده وقال له انت بتعمل ايه. كانج بيبعد عنه كده وبيقول له كنت عاوز اخلص على المعالجه الاول، بس شكلكم حبيتوا تموتوا قبلها وعلشان كده اعمل لكم اللي انتم عاوزينه. سون بقى في الوقت ده بيعرف ان كان جوه اللي قتلهم وبيقول له سونج ارجع انت لورا، انا هواجهه. كان قال له واحد من الرتبه زيك هيقدر على ايه؟ مش هتاخد في ايدي دقيقه واحده. سون ما بيديش لكلامه اهميه وبيقول له جوهي زوديني بالطاقه. البنت بتديله طاقتها فعلا، الاثنين بيبداوا في القتال. كانج كان سريع جدا ولكن سون مواكب سرعته في الاول، بس يا صديقي كانج بيزود في سرعته كمان وكمان وبيجرح في سون في كل حته. الراجل جسمه اتدمر وخلاص ما عادش قادر يتحرك. كانج هو كمان خلاص بيقول له دي نهايتك، كان خلاص هيقتله، بس سون بيستخدم كل طاقته وبيحرق بيها اللي قدامه، بيكون فرحان ومفكر نفسه خلاص فاز. بس كانج بيضحك على شجاعته، بيقول له فضلت تمثل انك محارب بالسيف علشان تخليني اخفض دفاعي وتحرقني، صح يا خطوه حلوه وجريئه بس مش هتنجح معايا انا. وبيطير عليه خلاص هيديله النهايه. جوهي هي كمان غمضت عينيها خايفه من اللي هيحصل، بس لما فتحت عينيها لقت سونج صد الهجمه بتاعته. سون كان لسه عايش. كان جباب بيتصدم للمره الثانيه وبيقول له انت مين يالا، ازاي قدرت تصد هجماتي مرتين ورا بعض؟ سونج بيقول انا مغامر من الدرجه الخامسه وشكلي هجلدك دلوقتي. كانج بيتعصب عليه وبيقول له خمسه مين، انت قدرت تصد هجمتي مرتين ومش بس كده، انت كمان عندك قوه جسديه عاليه وبتتحرك بسرعه، وده معناه حاجتين بس، انك لا اما خبيت قوتك او حصل لك استفاقه. الكل في الوقت ده بيتصدم، وسون هو كمان مش مصدق عينه. كانج بعدها بيكمل كلامه وبيقول شكلكم كده تعرفوا بعض من فتره، وده معناه انك ما اخفتش قوتك ولا حاجه، انت لازم يكون حصل لك استفاقه تانية. الكل لما بيسمعوا بيتصدموا ومحدش مصدق ودنه. كانج بقى بيقول له استفاقه ولا مش استفاقه، انا جبت اخري منك وهقتلك دلوقتي. سونج بيتعصب من كلامه وبيقول له انت قتلتهم ليه؟ فكانج قال له علشان ده طلب من العميل، المجرمين دول اغتصبوا بنته وقتلتهم علشان كده. سونج قال له انا ما قلتش المجرمين، انت قتلت كيم واللي معاه ليه؟ واضح انك كنت بتعذبهم قبل ما تقتلهم، لو كان كلامك صح وانت قتلت المجرمين علشان العميل فليه ما سكتهمش بطريقه ثانيه؟ انت شكلك كنت بتستمتع بتعذيبهم وعلشان كده تجنبت كل الاعضاء الحيويه بتاعتهم وخليتهم يموتوا من النزيف مش اكتر. كانج في الوقت ده بيفتكر اللي حصل لما العميل جاله وقال له على الطلب بتاعه. الواد قبل ما يوافق او يرفض سال العميل سؤال، قال له انت مش شايف ان واحد موهوب زيي في الدرجه الثانيه يستحق يكون في نقابه عاليه؟ ما سالتش نفسك ليه انا قاعد في المنظمه الكحيانه دي وبقبض الراتب البخيس ده؟ الراجل استغرب كده وقال له ليه. كانج قال له علشان انا بستمتع بقتل البشر ومفيش مكان هيسمح لي اعمل كده غير هنا. بنرجع بقى للوقت الحاضر، وكانج بيقول لسونج ايوه انا قتلتهم علشان انا بحب كده وهقتلك انا كمان علشان كده، يلا وريني هتعمل ايه. بيهجم على سونج بكل غباء، ولكن الواد بيصد كل هجماته. الاثنين فعلوا طاقتهم وسرعتهم كانت عاليه جدا، بيهجموا على بعض وسون وجوهي بيتفرجوا مش مصدقين اللي عينيهم شايفاه، ازاي سونج بقى بالقوه ديت؟ الاثنين هما كمان بقى في الوقت ده كانت سرعتهم متساويه، الضرب بتاعهم ملى المكان. بس كانج بيقول لسونج انت موهوب يالا، بس واحد زيك لسه ما اتعودش على قوته مش هيقدر يواكب خبراتي. بيهجم على سونج وبيعفر عليه، بيستغل انه مش شايفه وبيجرحه في وشه. بيقف بعدها قدامه وبيقول لي جهز لي بقى علشان المره الجايه هقتلك. الهاله بتاعت القتل بتاعته كانت حواليه والنظام بيتعرف عليها. بيبعت لسونج رساله بيقول له لو ما قتلتش اللي قدامك ده قلبك هيموت وهتتقتل. الواد بقى على عكس المره اللي فاتت ما اتصدمش ولا حاجه، كان فرحان من النظام. بيجمع بعدها قوته حواليه، الهاله المرعبه بتاعته بتظهر، حرفيا طاقته بقت مرعبه. بيهجم على كانج بسرعه جدا وبينجح يجرحه في وشه، تاثير السم بتاع الخنجر هو كمان اشتغل. كانج مش فاهم حاجه، سونج بيستمر في الهجوم عليه من كل اتجاه. كانج مصدوم جدا بيواكب سرعات سونج بالعافيه. الواد كان قرب منه وخلاص هيديله النهايه وبوم كانج اختفى. ايوه استخدم المهاره الاقوى ليه، حركه الظل. بيختفي بسرعه جدا وبيهجم على سونج، والواد مش عارف هو الضرب جاي له منين. سونج بيحاول يركز حواسه علشان يعرف هو فين، ولكن كانج كان سريع جدا وجرح سونج في رجله كده مش هيعرف يتحرك تاني. بيقول لسونج بعدها انت عارف ان المهاره ديت محدش يعرفها ليه؟ علشان اي حد شافها ما شافش اليوم اللي بعده، اجهز علشان هتموت. جوهي بقى كانت لسه راحت عليك رجل سونج، فكانج بص لها قال لها مكانك، انت لو اتحركت هخلص عليك الاول، ما تستعجليش لموتك واثبتي هنا. سونج بقى في الاثناء دي بيقول له انت هتفضل تلكلك لحد امتى؟ انت مفكر انك ختمت سرعتي صح؟ طب اهوت. ومره واحده سونج بيستخدم الشفاء الكامل وبيشفي رجله المصابه. كانج طبعا مش مصدق ازاي صياد مقاتل عنده سحر السم والشفاء، مستغرب جدا من اللي بيحصل. سونج بقى هو كمان بيوقف له والهاله المرعبه بتاعته غطت المكان، عينه بتتلون بالازرق وبيقول لي كانج خلاص وقتك خلص معايا انا هقتلك. الواد بيترعب منه وبيهجم عليه بحركه الظل بتاعته، بس خلاص يا حبيبي. سونج قال له هقتلك يعني هقتلك، بيصد كل هجماته بسهوله، بيحدد مكان ضربته من خلال نيه القتل بتاعته، بيقول له خلاص دي نهايتك. ومره واحده سونج بيستخدم مهاره تعطش الدماء بتاعته، كانج بيتصدم، المكان كله حواليه اتغير، لقى عينين مرعبه بتبص له. يا الهي. سونج بيقرب منه وبوم خلاص قتل.
قتله، السم دخل الجسم بالكامل، وكانج في لحظاته الاخيره بيقول لسونج انا مش فاهم حاجه، احنا قسنا طاقتك لما خرجت من المغاره المزدوجه وما كانش عندك اي طاقه، هو ايه اللي بيحصل ده؟ سونج بعدها بيقول له لو قلت لك ان طاقتي بتزيد بعد كل قتال ايه رايك؟ كانج طبعا ما بيقدرش يقول حاجه وبيتصدم من قوته وبعدها بيموت. جوهي وسون هما كمان ما كانوش لسه مستوعبين الموقف، ولكن بيشكروا سونج على انقاذهم للمره الثانيه. بعدها الواد بيقول لهم انا هروح اخلص على زعيم المغاره، استنوني بره، وبعدها بيسيبهم ويمشي. قوته طبعا بعد هزيمه كانج زادت وعينه بقت مرعبه، خلص على الوحش في ثواني. وبعدها خرج لبره، رئيس قسم المراقبه بقى بيعرف باللي حصل وان كانج مات، ولكن ما بيكونش مصدق وبيسالهم مين اللي قتله. سونج بقى فكر انه خلاص هيتكشف والكل هيعرف قوته، ولكن سون بيقول له انا اللي قتلته عن طريق مساعده جوهي اللي هي معالجه من الدرجه الثانيه، قدرت توفر لي الطاقه وعالجتني علشان كده انا قتلته. الكلام طبعا ما بياكلش مع الرئيس كتير، ولكن ما بيكترش في الكلام معاهم وبعدها بيمشي. بس كان لاحظ ان سونج اتغير جدا عن اخر مره شافه فيها، وحاسس ان في ان في الموضوع. سونج بقى هو كمان كان ملاحظ قوه الرئيس ده، وعارف انه حتى بالرغم من قوته دلوقتي صعب يقدر يلمسه. المهم بعد ما الرئيس بيمشي، سونج بيشكر سون علشان اخفى هويته، وبعدين بيروحوا. العميل بقى اللي كان مأجر كانج علشان يقتل المجرمين كان اعترف بكل اللي عمله، وبكده الجرائم اللي كانج كان بيعملها بانت والقضيه خلاص اتقفلت. جوهي بقى بعد كل الكلام ده واللي حصل لها في المغارات راحت لسونج واعطت له الجوهره دي، قالت له انت كنت عاطيها لي في المغاره علشان اجيب لي نفسي عشاء، ولكن انا قررت خلاص ان انا هعتزل مهنه الصياده وانا هودعك من النهارده يا سونج، ولكن لو جيت في المدينه بتاعتي في يوم فابقى تعالى واعزمني على العشاء. الواد طبعا بيفهم كل الظروف اللي هي مرت بيها والمعاناه اللي حصلت لها، وبيقول لها طب خلي بالك من نفسك، وبعدها بتسيبه وتمشي. ولكن وقبل ما جوهي كانت تمشي كان المحقق اتكلم مع سونج شويه وحذره من هوانج. ايوه ده هو اخو دونسك، واللي قرر ان هو ينزل البلد علشان يحقق في قضيه موت اخوه، وناوي يخلص على كل اللي كانوا معاه واللي هم سونج وجينو. طبعا الواد بيفهم خطوره الموقف اللي هو فيه وبيقول كده بقى عندي سبب تاني يخليني ابقى اقوى. وبعدها بيخلص اليوم، والتاني يوم بيبدا سونج والفريق اللي معاه يخلصوا على مغارات الرتبه الثالثه. الدنيا اخر روقان، جايبين معاهم سته من العطليه اللي ما فيش منهم اي فايده، بيقعدوا يحرسوا مكان البوابه لحد لما سونج وجينو يخلصوا عليها، وبعدين بيروحوا على بوابه ثانيه. سونج بقى بيقتل في الوحوش وبيتطور ومستواه عمال يزيد كمان وكمان، مغاره ورا الثانيه، والواد بقى بيمسك الزعيم بتاع المغاره وبيقشر بسنانه، المستوى بتاعه عمال يزيد اكتر واكتر، واخيرا سونج وصل للمستوى 40. وفي وقتها بقى بيطلع له اشعار من النظام مكتوب في رساله بتقول اخيرا انت وصلت للمستوى المطلوب، تقدر دلوقتي تختار وظيفه ليك. سونج طبعا ما بيفهمش حاجه من الكلام ده، ولكن بيعرف ان الكلام ده مهم جدا وبيقرر يتدرب عليه في وقت تاني. في الاثناء ديت بقى وعند نقابه النمر الابيض كان الرئيس ان قاعد بيدور في شويه اوراق كده عن المغامرين، والدنيا اخر حلاوه. بيكتشف بعدها ان جميع مغارات الرتبه الثالثه محجوزه من شركه يوجين، والثمن الواحد المدفوع مقابل كل مغاره هو 150 مليون دولار. ده مين اللهبل اللي بيدفع كل الفلوس ديت في مغاره من الرتبه الثالثه؟ المدير ان بقى بيبص على اعضاء الفرقه دي وبيلاقي اسم سونج فيها، الاسم بيشد انتباهه وقال هو ايه ده؟ طلع اوراق الحوادث اللي حصلت الفتره الاخيره وبرضه لقى اسم سونج هناك، قال هو الولد ده ازاي كده؟ مستحيل يكون نجا من كل الحوادث دي الا لو حصل له حاجه واحده، ايوه هي استفاقه. وعلشان كده المدير بياخد المساعد بتاعه وبيقول له الحقني بسرعه، في اكتشاف هيزلزل المدينه دلوقتي. المساعد بتاعه ما فهمش حاجه ولكن راح معاه في الاخر. في الاثناء ديت بقى كان سونج لسه داخل على مغاره، والفريق بتاعه طبعا قاعد في نزهه، اللي جايب اكل بياكل واللي جايب عصير بيشرب، وما بقتش دي مغاره دي بقت رحله. المهم في الوقت ده ان بيوصل على المكان وبيشوف كل حاجه، الله ده الحلاوه ديت. البنت دي بعدها تطلع له وبتقول له مش مسموح لحد يقف هنا، لحد لما المغاره طبعا تقفل. ان بيقول لها هو انت واحده من الصيادين اللي هنا؟ البنت قالت له ايوه. ان خلاص اتاكد، يبقى كده اكيد اللي في دماغي صح، سونج حصل له استفاقه جديده، ومش اي استفاقه لا، ده بيخلص على مغارات من الرتبه الثالثه لوحده، ده شكله هيطلع بخبر كبير جدا. سونج بعدها بيطلع وان بيتاكد من كل توقعاته لانه كان مستخبي في جنب كده. بعد انتهاء المغارات اليوميه بقى لسونج، الواد بيقول لجينو انه وراه مشوار مهم لبكره وبيطلب منه ياجله المغارات بتاع بكره. جينو طبعا كان دافع فلوسهم مسبقا، ولكن بيقول له خلاص يا عم اللي تشوفه، لو عرفنا نلغي الحجز فهنلغيه عشانك، احنا عندنا سونج تاني ولا ايه؟ ما علينا. بعدها بقى واثناء ما سونج مروح على بيته بيقابله المدير ان وبيطلب منه يعزمه على العشاء. ايه يا عم انت شايفني كده ولا كده ولا ايه؟ لا مش قصدي والله، بس انا عاوزك في شغلانه محترمه. بيروحوا فعلا على المطعم ده وسونج بيقعد قدامه. ها انت عاوز ايه؟ المدير بيدخل في الموضوع على طول بيقول انا الرئيس التنفيذي لنقابه النمر الابيض، النقابه بتاعتنا بتدور على الاعضاء الموهوبين، وانا بقى من غير لف ودوران شايفك موهوب وعاوزك تنضم لنقابتنا، وايا كان عرض اللي جينو قدمه لك فهدي لك الضعف بتاعه. وكان فرحان جدا بقى وهو بيتكلم ومفكر ان ثمنه رخيص يعني، بس سونج قال له 60 مليار ده هو المبلغ اللي هيكون ضعف اللي جينو دفعه، وبيقوم وبيزعق من الصدمه بعد ما بيسمع المبلغ ده. بيقول له بس انا مش هقدر على الثمن ده، ده انا لو حتى بعت النقابه بتاعتنا كامله مش هتكمل 50 مليار. سونج بيقول له طب كده خلاص النقاش بتاعنا خلص، وقام وخلاص ماشي، بس هو واقف جنبه بيقول
بيقول له انت عرفت بيا منين؟ اوعى تكون كنت بتدور ورايا ولا معرفش ايه. ان اترعب، حس بهالة قتل حواليه. سونجوها كمان استخدم مهارة التخفي بتاعته وعوره في وشه، قال له ما تضيرش وشك، احكي لي انت عرفت بيا ازاي. المدير عرفه بكل حاجه وقال له ان ده بسبب بحثي واستنتاجاتي انا. فبعد كل الحوادث اللي حصلت الفتره الاخيره كان في واحد بس مشترك ما بينهم وهو انت يا سونج، وطبعا بعد ما حطيت النقط على الحروف استنتجت انك حصل لك استفاقه ثانيه. سونج بيقول له حد تاني يعرف بالكلام ده غيرك ولا ايه؟ المدير قال له ما فيش غير المساعد بتاعي واوعدك هسكته. سونج قال له خلاص يبقى كده تمام، بس لو حد عرف بيا تاني انا هعرف انكم ورا الموضوع ده. ان كان مرعوب جدا ولكن بيقول له ما تقلقش سرك هيكون في بير. سونج بعدها بيقول له خلاص اتفقنا وبيقعد قدامه، بيعتذر على الطريقه اللي سالوا بيها ولكن الموضوع مش مهم جدا بالنسبه له. بعدها المدير بيسال سونج عن اي بوابات فاضيه بكره، وده لانهم مش سايبين اي مغاره. سونج بيديله كل المغارات اللي بكره بضعف السعر وبيقول له كده كل اللي انت عاوزه تمام. بعدها بيسيبه وبيمشي. بيتصل سونج على جينو وبيقول له كل المغارات بتاعت بكره اتباعت ب 600 مليون دولار. ابسط يا عم زينو. الواد طبعا بيتصدم وبيقول له مين المغفل ده اللي اشتراها منك؟ عرفنا عليه. سونج بيقول له ده سر المهنه بقى، يلا سلام. وبعدها اليوم بيخلص. الصبح بقى المدير بيكتشف ان محدش اشترى اي مغارات النهارده اصلا، وسونج عطاله خازوق محترم. بيبعت له رساله على التليفون بتاعه في الوقت ده وبيقول له كده احنا خالصين يا باشا، انت دورت ورايا من غير اذني وانا اخدت حقي سلام. المدير وقتها بيعرف انه خسر المره دي خساره كامله ولكن كان فرحان جدا، وده لانه اخذ رقم سونج وهيحاول يقنعه ينضم للنقابه في اي وقت تاني. المساعد بتاعه بقى في الوقت ده بيقول له هو اللي في بالك طلع صح ولا ايه؟ الزعيم قال له ما طلعش صح، بس ده شكلنا لقينا خبر كبير قوي. وبعدها بيخلص اليوم. سونج بقى في الوقت ده كان متجه الى مكان بعيد جدا عن المدينه علشان يستكشف المهمه الجديده في النظام بتاعته ويعرف اللي بيحصل ده. بيوصل فعلا على غابه مهجوره وبيفعل المهمه بتاعته، وفي وقتها طاقه مرعبه بتظهر قدامه بتفتح له بوابه غريبه كده. الواد هو داخل بيفتكر انه لسه ما عملش المهمات اليوميه بتاعته، بيقول مش مشكله لما ارجع هعملها باذن الله. وبعدها بينطلق جوه البوابه علشان يستكشفها. بيدخل جوه فعلا وبيلاقي ممر قدامه قايد بالنار وتحسه مدخل قصر كده. التعليمات بتاعه المكان بتظهر في السيستم بتاعه وبتعرفه ان ممنوع يستخدم اي وسيله شفاء ولازم يخلص المهمه ديت من اولها لاخرها من غير اي وسيله مساعده خارجيه. طبعا سونج ما كانش فاهم اي حاجه ولكن قال ما علينا. بيكمل استكشاف في المكان وهوبا بيطلع له فارس بدرع حديدي بيهجم عليه. سونج على طول بيخرج سلاحه وبيحاول يهجم عليه بسرعه ويغفله، بس الفارس ده ما حصلوش اي حاجه وكان هجماته ملهاش اي تاثير عليه. سونج بيجمع قوته ثاني وبيديله واحده بكل طاقته وبرده ما فيش اي نتيجه. وقتها الواد بيقول طب تعالى بقى، بيعين سلاحه بيلف من ورا الفارس ده وبيمسكه من دماغه هوبا بيفرتكها. لو على عضلات فاحنا جامدين يابا. فرسان ثانيه بتطلع على سونج وبتهجم عليه، بس طالما واحد مات فكل اللي بعده عدى وفات. سونج خلص على كل الفرسان ومحدش قادر يقف قدامه، بس وحوش ثانيه بتنضم للقتال وصحره كمان والواد بقى كيس ملاكمه، اي حد بيقابله بيلطش فيه. سونج بيجمع كل مهاراته اللي اكتسبها في المعارك وبالعافيه بيقدر يخلص على الوحوش ديت ويقتلهم. بيستفاد منهم باسلحه ومهارات كتيره واهمها هو الدرع الخفي، دفاع صلب وقوي وهيحمي سونج من الاضرار مستقبلا. كمان بيكتسب بعض الادويه اللي بترجع طاقته كامله والدنيا عظمه على الاخر. بعدها الواد بيكمل في المكان ده لحد لما بيوصل على بوابه عملاقه كده. ايوه هنا الاختبار الحقيقي. سونج بقى على طول بيفتح الباب والهاله المرعبه بتخبط في وشه بتراعبه. بيشجع نفسه طبعا وبيدخل برضه، وبعدها الباب بيقفل وراه. شكل اللي حصل فيها يحصل تاني ولا ايه؟ سونج طبعا بيدخل وبيلاقي مكان واسع جدا وشكله نظيف قوي وتحس حجره ملك المكان ده. وواقف تحت الكرسي بتاع الملك شخص بدرع احمر اسطوري اسمه قائد الفرسان اغريس. الهاله بتاعته قويه جدا وتحسه وحش مرعب. سونج طبعا بعد ما شافه دب الرعب في قلبه وعرف ان ده مش خصم طبيعي، ده وحش بنفس قوه الوحوش في المغاره المزدوجه ولازم يحرس منه. اغريس على طول بقى بيجهز السيف بتاعه وبيوجهه على سونج، ومره واحده الوحش انطلق عليه هوبا قتل واحده كسرت كل اللي حواليه. ده ايه القدره الجباره ديت؟ سونج لسه ما فداش الهجمه وبوم التانيه طيرته لسه ما لحقش واغريس وراه مش رحمه. سرعه وقوه ومهاره مش طبيعيه. سونج مش ملاحق ولا عارف يصد ولا قادر يعمل اي حاجه، بيجمع شجاعته وبيهجم عليه بكل شراسه ولكن اغريس كان مسيطر عليه سابه حتى يجرب يطعنه، بس طبعا كل الضربات من غير فايده. اغريس بعدها بيجمع قوته في السيف بتاعه بوم بيدي لسونج واحده زلزلت المكان بالكامل. الواد بيصارع على اخره قدامه برضه مش قادر يعمل اي حاجه، بيقول لو الخنجر مش جايب معاك نتيجه فانا هكسبك بدراعي. بيعين الخنجر في المخزن بتاعه بيقول له اجهز علشان هكسرك. الفارس بيعجب بشجاعته بيرمي اسلحته هو كمان وبيقول له هات اخرك يالا. وبوم مره واحده اغريس كان قدام سونج وهبه احلى بوكس على دماغك رماه في الجدار وطار ورمس رحمه. البوكس في الثاني في الثالث سونج حرفيا بيتجلد. البوكس الاخير وهبه الجدار اتكسر. الواد بيهرب من تحت ايده باعجوبه. ايد سونج هي كمان اتضررت ولولا الدرع الخفي كان زمانه مات. نقاط حياته هي كمان قلت 500 نقطه وبيقول لو قوتي مش جايبه معاك نتيجه يا اغريس فهوريك بقى انا هعمل ايه بسرعتي. ومره واحده سونج بيجمع كل القوه في رجليه وهوب انطلاقه صاروخ
بقي عليه. فدا اغريس اول مره، رجع في القدر تاني مره، بعدها البوكس اللي زلزل المكان ايوه بالرجل تاني ومش هرحمك. سونج مستمر في الهجوم بكل شراسه، بيجمع قوته بيد واحده لاغريس في دماغه، مفكر نفسه خلاص انتصر، بس الوحش المره دي بيفوق له بيكسره نهائي. ضربه ورا التانيه وسونج حرفيا عمال يتعجن، خلاص اغريس هو المسيطر في القتال. عمل سونج عجينه في ايده رماه ناحيه الكرسي ده، سونج وقع عليه مش قادر يتحرك، طاقته قربت تخلص، بياخد نفسه بالعافيه. اغريس لسه بكامل قوته بيقرب منه، بيستدعي السيف بتاعه علشان يخلص عليه وينهيه، بيجمع كل قوته وبيضربه، وفجاه سونج مسك السيف بتاعه. ايوه انا لسه ما استسلمتش، بيزعل اخره بيرمي السيف بتاعه لفوق وبالخنجر بتاعه في عينه وبيزقه على الجدار ده بكل قوته، ما بيدلوش اي فرصه، بياخد الخنجر تاني وبوم في رقبته. اغريس كان لسه هيهجم عليه ولكن ده سونج يا حبيبي بيستمر في الهجوم عليه بكل شراسه، مش مديله فرصه ياخد نفسه حتى. الواد بيطلع كل الغل اللي جواه عليه وحرفيا بيجلده. اغريس ما عادش قادر يتحرك، سونج كمان كان بيجهز للضربه النهائيه وهوب احلى مسا عليك. ايوه اخيرا كده سونج انتصر في القتال. اي نعم هو كسب بالحظ بس الفوز فوز يا حبيبي، وسونج عمل اللي عليه. الفوائد من القتال ديت بتظهر والمستوى طبعا بيزيد، وسونج بياخد ادوات بالهبل، واللي من ضمنهم خوذة اغريف صاحبة الرتبة صفر واللي بتقلل اي ضرر جسدي بنسبة 20%، كمان بيكتسب مهارة تدعى بيد الحاكم بالاضافة الى حجر العودة الى العالم الخارجي. سونج طبعا مش هيعرف ايه المهارات ديت دلوقتي ومش هيخرج برضه غير بعد ما يكون خلاص مش قادر، وعلشان كده بيقول لنا استكشفهم في وقت تاني بقى، وبيحاول يدور على الوظيفة اللي النظام كاتبها له. وفجأة صوت غريب بيظهر وراه، بوابات بتفتح في كل مكان، خلاص الواد اتحاصر، عداد كمان كده بيظهر فوقه، وشكل قوة وظيفته هتحسب على حسب فترة نجاته، وكل لما يقتل ويعيش لمدة أطول، كل لما الوظيفة بتاعته هتكون آخر جمدان. الواد طبعا على طول بيطير على الوحوش ديت علشان يقتلها، ولكن طاقته كانت قليلة جدا، الوحوش كتيرة وعددها ما بتخلصش نهائي، بيحاول يستخدم بعدها مهارة التخفي بتاعته علشان يعدي وقت على الفاضي ويهرب، ولكن برضه الصحراء بيكتشفوا مكانه، وخلاص ما عادش ليك مهرب يا باشا. فارس بعدها بيظهر من وراه وبيديله واحدة في ظهره، سونج بيتعصب عليه وبيديله رجله بيطيره، ما عداش غير خمس دقايق بس لحد دلوقتي، والوحوش كترت حواليه من كل اتجاه ولو ما هربش دلوقتي فخلاص هيموت. بيطلع بعدها حجر الانتهاء للانيو لسه هيستخدمه، ووحش تاني بيهجم عليه وبيطيره منه، ده النحس ده يا ابني، كل لما تطلع حجر الانتهاء للانيو تنضرب، انت شكلك منحوس منحوس اقسم بالله. الفرسان هي كمان هجمت عليه وخلاص شكلها دي نهايته. وطبعا بعد تجمع الفرسان وهجومهم على سونج بكل وحشيه، الواد بيفهم الوضع اللي هو فيه، بيقول انا لو ما قتلتش كل دول دلوقتي فانا مش هروح عايش من هنا، نزل ضرب فيهم مش رحمهم. الفارس ورا التاني وحرفيا سونج ما بيهزرش، بس للاسف اعداد الفرسان كتيره جدا وتعتبر ما بتخلصش. الواد بيعافر وبيضرب فيهم ولكن بينضرب برضه، ايده بتتعور وجلده بيتشال، والواد برضه لسه بيعافر، جسمه في الوقت ده ما عادش قادر يستحمل، الرؤيه معاه بقت خلاص مشوشه، وبرضه سونج متماسك بيظهر له هلوسه كده من حواليه وكان الكل بيطلب منه يستسلم، ولكن برضه ما بيقاسش وبيفضل يقاتل بكل قوته. بعدها بقى بتظهر له نسخه من شكله قبل كده وبدا يكلمه، بيقول له عامل ايه يا عم سونج، بالرغم من ان قوتك زادت وشكلك اتغير لسه برضه بتتحط في مواقف بتواجه فيها الموت، انت على راي المثل مهما اتغيرت او بقيت اقوى هتفضل سونج الضعيف اللي مش هيقدر يعمل حاجه، اضعف صياد في العالم، فاستسلم يلا لموتك وودع الحياه. سونج بيسمع الكلام ده طبعا ورافض ان هو يستسلم، بيحارب في كل الفرسان وبيهجم عليهم بكل شراسه، ولكن فارس من ورا بيظهر وهو مش واخد باله وبيديله واحده في دماغه بتهشمها. فارس تاني بيهجم عليه وخلاص الواد حاسس ان دي نهايته، قال شكلها دي النهايه انا خلاص كده ميت وش، بس انت بقى متخيل ان دي النهايه بتاعته يا صديقي؟ لا والله. فجاه بتظهر له رساله من النظام، بما ان سونج ما طبقش المهمات بتاعته النهارده فعلشان كده هيتنقل لمكان العقاب. الفارس هو كمان في الوقت ده كان خلاص هيقتله، ولكن هوب الواد اتنقل، ده ايه العقاب الحلو ده؟ فعلا كما يقال المثل الحظ هو كمان يعتبر قوه، وبسبب ان سونج ما عملش المهمات في اليوم اللي فات اتنقل لمكان العقاب، وهنا يعرف يستخدم الادويه ويقتل في الوحوش ديت ويزود في طاقته كمان وكمان. بالفعل الواد بيشرب شويه ازاز كده والتعب بتاعه بيروح، سونج خلاص حس انه بقى احسن وظهرت له الوحوش اللي كانت بتجري وراه قبل كده، ولكن ده سونج القديم انتهى والجديد عنده قوه جباره يا صديقي، بيقتل في الوحوش ديت الواحده في الثانيه، واخيرا مستوى بدا يزيد. بعد ما مستوى سونج بيزيد جروحه بتخف ومهاراته بتعلى، الدنيا اخر روقان، ما عادش فاضل بس في وقت العقاب غير 10 دقايق، وحرفيا سونج بقى في احسن حالاته، بيشتري بعدها سلاح من المخزن بتاعه اسمه قاتل الفرسان، والسلاح ده جامد اخر حاجه وهيخليه يقدر يخلص على الفرسان اللي هناك. بعدها بيربط دراعه وبيستخدم الحجر اللي اخده من اغريس، ايوه اسمه حجر الحاكم، والحجر ده بيديله القوه ان هو يتحكم في اي حاجه حواليه ولكن بشرط ان جسمها ما يكونش كبير قوي. بعدها الوقت بيخلص وسونج بيرجع على مكان الفرسان. في نفس الاثناء ديت بقى كان رئيس مجموعه الصيادين بعت نخبه من المغامرين على جزيره جيغو، وكان هو والمساعد بتاعه عارفين خطوره الجزيره دي ومستنين الاخبار عنها باسرع وقت،
وفعلا في الوقت ده كانت الصيادين راكبين الطياره وخلاص قربوا على الجزيره، بس فجاه الطياره بتاعتهم بتشوف كائن غريب كده، الكاميرا مش قادره تحدد ايه ده. في نفس الاثناء دي كان سونج بعد ما رجع على مكان الفرسان اشتغل ضرب فيهم من كل اتجاه، السلاح الجديد بتاعه كمان كان جامد وفعال جدا ضد الفرسان دول، مساعده على الاخر. بس سونج مهما قتل في الفرسان اعدادها ما بتقلش وبرضه مستواه ثابت. وفي وقتها الواد بيعرف ان في حد ورا الفرسان دي ولازم يقتله الاول علشان العمل يهدى، بيركز حواسه فعلا وبيعرف ان الساحر ده شكله غريب وجنبه بوابه استدعاء كده. الواد على طول بيطير من على الفرسان دول وبيديله واحده بسيفه بتجيب اجله، بعدها جزء كبير من الفرسان بيتهزم وبيجي لسونج اشعار بهزيمه اول وحش. الواد بعدها بيفهم كل حاجه وبيحدد مكان كل السحرة الباقيين، بيطير على الكل وما بيرحمش اللي بيقابله، يمين شمال الكل بياخد على دماغه. المهارات الجديده لسونج مسيطره والواد حرفيا بيعمل عظمه، بيخلص بعدها على جبل من الفرسان والوحوش وبيخلص كمان على الصحراء. اخر ثلاثة بقى من الوحوش بيشوفوا انهم خلاص ما عادش غيرهم ولازم يتحدوا عليه علشان يقتلوه، بيعملوا فارس عملاق عليه فعلا وبيهجم على سونج بكل وحشيه. بس انت بقى متخيل ان الواد يفرق معاه وحشيه ذات نفسها صديقي؟ لا والله، هوب مره واحده بيطلع لفوق النجفه دي بينزلها على دماغه، بيطير بعدها ناحيه الصحراء بكل غباء، اللي بيقف قدامه بيتمحى، بيوصل عند مكان الصحراء الثلاثه وهوب احلى مسا عليكم. سونج خلص على كل اللي قدامه، بس الفارس كان لسه عايش، هجم على سونج تاني ومش سايب فرصه يضربه. تخيل بقى ان سونج هيسيبه يكتر في الكلام قدامه يا صديقي. لا والله، الواد بيجمع كل قوته تاني وبوم بيخلص عليه. ايوه كده اخيرا سونج انتصر، اكمل المهمه بتاعته. 4 ساعات ونص ده الوقت الاجمالي، الجوائز من النظام بقت بالهبل. بعدها النظام اخيرا بيبعت رساله ليه بالوظيفه بتاعته. ايوه دي اللي سونج كان بيحارب وهيموت علشانها ولازم تكون حاجه جامده. الوظيفه بتاعته بتظهر وهوب سونج اتصدم، الوظيفه مستحضر ارواح. ده ايه الهبل ده؟ سونج مش مصدق، بيقول انا قدرتي جسديه وما طورتش ذكائي واستحاله يبقى عندي سحر كافي للوظيفه دي، انا هرفضها بسرعه. قال لا فعلا، النظام قال له بالرغم من ان الوظيفه دي تعتبر كنز سري هترفضها برضه؟ هنا بقى سونج هدى، قال يعني ايه كنز سري؟ هل الوظيفه دي فيها حاجه انا ما اعرفهاش؟ مشى في المكان ده كله بيفكر في اللي هيعمله، بيشوف بعدها جثه ساحر كده مرمي على الارض، بيفتكر كل قدراته. ايوه ده كان عنده قدره سحريه جامده جدا ولكن قدراته الدفاعيه معدومه، هل لو انا قابلت الوظيفه دي هيكون عندي الطاقه السحريه بتاعته؟ انا كده كده دفاعي جامد وطاقتي بتزيد، خلينا نقبل المهمه ونشوف ايه اللي هيحصل. وفعلا سونج بيختار قبول الوظيفه. بعدها طاقه سوداء كبيره جدا بتتجمع عليه بتملى المكان بالكامل. الواد كان واقف مش فاهم اي حاجه ولكن بيلاحظ طاقته بتزيد، حرفيا متمزج. الاندماج اخيرا بيخلص وسونج بقى مستحضر ارواح، بس بسبب انه قتل كل الاعداء في المكان هنا الوظيفه بتترقى كمان مره وبيبقى ملك الظل. ايوه ده شكله هيكسر الدنيا. بعدها بقى سونج بدا يحس بارواح الفرسان الموجوده حواليه في المكان، وموجود كده اشعار فوق راسهم مكتوب ممكن استخراج الظل. الواد بيقول مش مشكله نجرب وبيحاول يستدعيهم فعلا، بيختار كلمه عشوائيه وبيقول قيام، وهوبا الكلمه بتتكتب في النظام وكل الفرسان الموجودين بيقفوا قدامه. ايوه ده جيش الظل بدا من النهارده، وحرفيا سونج كان مصدوم وفرحان جدا من القوه بتاعته. الوظيفه ديت بقى كانت منقسمه الى جزئين، جزء بيستخرج ظل الموتى والجزء الثاني بيخبيهم في الظل بتاع سونج. الوحوش ديت بقى طاقتها بتزيد بناء على قوه صاحبهم، يعني كل لما مستوى سونج بيزيد كل لما الوحوش ديت طاقتها تزيد وهتبقى اقوى. بس هل ده معناه ان سونج يقدر يستدعي اي حد؟ طب خلينا نجرب كده على اغريز بالمره. راح قدامه فعلا لقى الاشعار بيقول له ينفع تستدعيه، بس كانت طاقه سونج في الاستدعاء مش هتسمح وعلشان كده لازم يرجع شويه جنود وياخد طاقتهم. عمل كده فعلا، بدا يستدعي اغريس علشان يخدمه. الطاقه بتاعت الوحش كانت ملت المكان ولكن محاوله سونج بقت بالفشل، حاول يقومه كمان مره بس برضه من غير فايده. كده فاضل مره واحده ولو سونج معرفش يستدعيه فاستحاله يقدر يستخرج الظل بتاعه تاني. الواد كان عارف ده وعلشان كده قال لاغريس انت هتفضل لحد امتى تحمل عرش الفارغ ده؟ الفارس اللي زيك لازم يرفع سيفه علشان يحمي الملك بتاعه، سيفك هيفضل لحد امتى متعان علشان واحد معبركش ورجع لهنا؟ تعال معايا انا محتاج لسيفك. قيام، ومرة واحدة طاقة اغريس بتظهر بتجتاح المكان بالكامل. ايوه سونج بيبتسم وبيعرف بنجاحه، اخيرا كده سيطر على اغريس واللي يصنف فارس من الرتبة الاولى او اعلى منهم بشوية. الفارس بقى هو كمان بيروح على سونج وبيركع قدامه، وده معناه انك خلاص بقيت الملك بتاعه من النهاردة وحرفيا خلاص هتبدأ معجنة. كل الفرسان هم كمان كانوا ركعوا ورا اغريس وشكلنا هنشوف الموسم الجاي عظمة يا صديقي. بس طبعا لحد هنا بيخلص الموسم الاول، واول لما الموسم الثاني ينزل هنزله باذن الله. فما تنساش تصلى على النبي وتشترك في القناة علشان هانت جدا على 1.5 مليون يا صديقي. ويلا سلام سلام سلام.